صباح الخير على كل مصر، صباح الخير والأمل والجمال والسعادة على كل اللي بيشوفونا في كل مكان. أهلا بكم مشاهدينا حلقة جديدة وصباح دريم ويك أند. النهاردة الجمعة 19 يناير 2018، 9 صباحا بتوقيت القاهرة. إن شاء الله يا رب يكون يوم سعيد على كل اللي بيشوفونا، وتقضوا جمعة سعيدة وأجازة سعيدة. طبعا احنا يعني زي ما تعودنا في مناقشة المواضيع الاجتماعية او الأسرية، هنتكلم طبعا بعد فقرتنا الإخبارية ومجموعة من التقارير. هنستعرض في فقرتنا طبعا الإخبارية الأخبار، وأهمها طبعا أخبار اللي جات امبارح في مؤتمر حكاية وطن وغيرها من الأخبار الطريفة والأخبار المحلية وأيضا الأخبار العالمية. بالنسبة لفقرتنا بعد فقرتنا الإخبارية مباشرة، هنتكلم على ملف مهم جدا. هو دايما مصطلح كده بيقول لك إيه، الخلع الأمريكاني أو الخلع الغيابي. الحقيقة كلمة وقفنا عندها كتير جدا وإحنا بنتكلم علشان نحضر للحلقة دي. يمكن امبارح كنا بنتكلم في الحكاية دي أنا وزمايلي، إيه موضوع الخلع الأمريكاني ده؟ احنا لقينا تفاصيل كتير ولقينا حكايات كتير، ولقينا ان البيوت فيها مواضيع كتير جدا وألعاب وحكايات اغرب من الخيال. الموضوع مش مجرد قضية خلع، واحدة مش عايزة تعيش مع زوجها او استحالة العشرة بينهم او ايا كانت المشكلة بقى سببها مش سببها، مش دي القضية دلوقتي، ولكن ان في حيل وممارسات بيلجأ اليها بعض اصحاب النفوس الضعيفة وبيستغلها بعض برضو المحامين علشان يطلعوا يعني سبوبة حلوة كده زي ما بنقول. أي قضية أو أي موضوع أو أي مشكلة بيبقى فيها ناس كويسة وناس محترمة وناس عندها ضمير، والناس دي بتحاول إن هي يعني تقود الموضوع بشكل اجتماعي صح ونفسي صح وقانوني صح. وعلى الجانب الآخر بيطلع طبعا زي ما بيطلع في أي قضية ناس ضعيفة النفوس. إيه بقى الخلع الأمريكاني ده أو إيه الخلع الغيابي ده؟ أحدث طريقة لإنهاء الحياة الزوجية. طول عمرنا بنسمع عن الطلاق الغيابي، إن هي بتبقى قاعدة عادي ما تعرفش أي حاجة، واحد محضر بيخبط عليها تفضلي دي ورقة الطلاق. الفترة الأخرانية ابتدينا نسمع بقى عن حاجة اسمها خلع غيابي، يعني الراجل كده بيبقى العكس بقى، هو اللي قاعد وفجأة يكتشف إن زوجته خلعته. ممكن تكون خلعته مثلا وهو مسافر، أو خلعته علشان في مشاكل فهي دافع انتقامي أو أي حاجة. المشكلة إن هو بيتفاجئ إن في قضايا تانية بقى مرفوعة عليه بعد الخلع. يعني فعلا قصة أو مصطلح الخلع الغيابي ده بيطرح تساؤلات كتيرة جدا. إحنا ليه بنعمل كده؟ هل ده الخلع ده اصلا بقى يعتبر خلع صحيح ولا باطل، بما ان انا ما بلغتوش ان انا هخلعه، او بما ان انا ما طلبتش منه الطلاق الاول فهو قال لي لا مش هطلقك فانا قلت له لا انا لازم اتطلق يا اما هخلعك. كل الكلام ده هنعرفه، وهنعرف القصص اللي بتدور حوالين الموضوع ده، وليه اصلا في ناس بتلجأ ان هي تعمل حاجه زي كده. يعني هنشوف مثلا إذا كان لو كلمنا في قضية عادية أو مشكلة عادية، وقلنا مثلا إن هذه السيدة مش عايزة تعيش مع زوجها لأسباب هي يعني أسباب راجعة عليها وهي مقتنعة بيها تماما، فقالت له إحنا لازم ننفصل فهو رفض. هو قصة إن هو رفض دي بيبقى عليها برضو إيه، علامات استفهام كتيرة. رفض ليه؟ هل رفض عشان يحاول يصلح، ولا رفض علشان هو بيضايقها، ولا رفض عشان هي اللي طالبه الطلاق فهو عايز هو اللي يطلق بمزاجه؟ بتلجأ بعد كده للخلع زي ما قلنا في الطريقة العادية. إنما اللي بيحصل ده أنا معرفش ده إيه. إيه الفرق بقى ما بين الطلاق الغيابي اللي بيحصل معانا كستات والخلع الغيابي اللي بيحصل مع الرجالة؟ عموما احنا هنتكلم في الموضوع ده من كل الجوانب. طبعا زي ما عودنا حضراتكم هيكون معنا استاذ محمد فاروق، احد الحالات اللي حصل معاه كده. هنعرف بس الحكايه دي نفسيا ايه ومجتمعيا ايه، وهو وصل للنقطه دي ازاي. كمان طبعا للتحليل النفسي والمجتمعي هيكون معنا الاستاذ الدكتور محمد المهدي، استاذ الطب النفسي بجامعه الازهر، وهنعرف طبعا الراي القانوني الصحيح من الاستاذ عصام عكاج المحامي بالنقد والدستوريه العليا، ازاي نواجه المشكله دي قانونا، واعرف اصلا اذا كانت ده صح ولا لا. كمان حكايات كثيره موثقه من الكاتب الاستاذ حسين متولي، مؤلف كتاب اعلان امريكاني.
ده طبعا اللي هنتكلم فيه في فقرتنا الرئيسية في هذه الحلقة. مشاهدينا مستنية الكل، لو حد عايز يحكي أي حكاية يكلمنا على أرقام تليفوناتنا اللي قدامكم على الشاشة أو SMS على 1981. كمان تقدروا تتواصلوا معنا عبر صفحتنا على فيسبوك صباح دريم بالعربي أو بالإنجليش. على مدار الحلقة هنحاول إن احنا نسمع حضراتكم النهاردة على قد ما نقدر. لو حد عايز يسأل على أي استشارة سواء نفسية أو قانونية ياريت يكلمنا وإحنا إن شاء الله هنجاوب على كل الأسئلة أو يعني على قدر الإمكان طبعا حسب الوقت. طيب تعالوا بقى نروح لأخبارنا. والرئيس عبد الفتاح السيسي تحركنا ببرنامج ضخم في تطوير البنية الأساسية خلال الفترة السابقة. صرح الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية أن الدولة المصرية تحركت في برنامج ضخم لتطوير البنية الأساسية في الفترة السابقة حتى تحقق برنامج اقتصادي طموح وتقوم بمشروع وطني يحقق أمال الناس في أن يكون لديهم بنية أساسية متطورة وحديثة. أضاف الرئيس أيضا خلال مشاركته في اليوم الثاني من مؤتمر حكاية وطن اللي كان امبارح الخميس أن عناصر البنية الأساسية في الطاقة دي بتتمثل في الكهرباء والغاز والبوتاجاز، ومشيرا إلى السياق ذاته إلى أن المشروعات التي تعتمد على هذه العناصر لم تكن لتستمر لولا وجود طاقة، وتابع عندما يكون هناك مشكلة في الطاقة لن تعمل هذه المصانع بكامل طاقتها، وبالتالي هيكون عبء التشغيل على أصحاب المصانع ضخم جدا من طبعا فواتير وكلام زي كده. طيب هيضطروا بقى أصحاب المصانع ده وفقا لكلام الرئيس إلى تسريح العمالة، فهيبقى عندنا بطالة، فمش هيبقى في موازنة ما بين تكلفة التشغيل والإنتاج. الجدير بالذكر ان فعاليات مؤتمر حكاية وطن اللي افتتحه الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية اول امس الاربعاء بيستمر حتى اليوم الجمعة في حضور عدد من الوزراء ومسؤولي الدولة، والجلسة الحقيقة الاولى تناقش ضمن فعاليات اليوم الثاني للمؤتمر عدد من الانجازات المصرية تحت عنوان محور المشروعات القومية والبنية التحتية، وهتبتدي الجلسة الثانية بعنوان محور الاقتصاد والعدالة ان شاء الله، وطبعا اكيد هنتابعها مع حضراتكم. منها واحنا لسه بنتكلم في نفس السياق مشاهدينا، الانتهاء من الدائري الاقليمي يوليو القادم ونستهدف شبكه طرق تربط مصر. اعرب الرئيس ايضا عبد الفتاح السيسي انه بيامل الانتهاء من الدائري الاقليمي بحلول يوليو 2018 الجاري، وان شبكه الطرق اللي موجوده بتستهدف الربط بين جميع انحاء البلاد، طبعا علشان دي ليها كذا يعني كذا مدلول. اولا هي هتحد بشكل كبير جدا من الزحمه والتكدس المروري، هتحد كتير برضو من الاختناقات اللي بتؤدي لبعض الحوادث، وكمان هتبقى ميزة كبيرة جدا للمستثمرين اللي ممكن يستفيدوا طبعا منها، لأن المستثمرين دايما بيقولوا احنا عندنا مشكلة في مصر تحديدا عشان ابقى صريحة يعني معاكم في الزحمة، ما بعرفش انتقل من مكان لمكان. فنرجو طبعا املين ان تنتهي اعمال الدائري الاقليمي سريعا يوليو القادم بإذن الله. طيب هنشوف دلوقتي مع بعض جزء من كلمة السيد الرئيس حول صندوق الاستثمار والدعم والسكك الحديد والطرق، ونرجع نكمل معاكم مشاهدينا، خليكم معانا. فيما يخص الصناديق الاستثمارية، شوفي احنا كان عندنا تحدي اسمه تحدي الوقت. المسار احنا بنتكلم فيه، احنا قاعدين دلوقتي بنتكلم على 3.5 سنين، وعايزك تتصوري ان الاجراءات ديت الولايات التنفيذية مع الصناديق عشان تيجي تدخل تشتغل في السوق المصري تاخد وقت قد ايه. دي حاجه. النقطه الثانيه، ما تنسيش ان احنا بنقدم معظم خدماتنا بدعم، وبالتالي انا لما اجي اخلي الشركات ديت تيجي تشتغل هنا هتبقى هي بتشتغل عايزه تشتغل بشكل حر. بمعنى انا النهارده لو على سبيل المثال جيت قلت اعملوا لنا خط سكه حديد جديد مثلا من الخط اللي احنا عايزين نعمله دلوقتي من السخنه لغايه العالمين الجديد مرن بالعاصمه 500 كيلو تقريبا، لو جينا قلنا لهم يعملوه بس التذكرة هتبقى كام؟ انت بتتكلمي على استثمار حر وسوق واليات السوق كاملة فيه، ما حدش يقدر يقول لحد السعر هيبقى كام، مش كده؟ ثم الامر ما زال برضه مطروح للصناديق ان هي تيجي تشتغل معانا هنا، واحنا بندعو ده. بس انا او احنا كحكومة ودولة كان عندنا تحدي الوقت
لازم لازم بناء الأمل في نفوس المصريين. أنا عايز أقول لك على حاجة وافتكروا الكلمة دي كويس. في قبل في نوفمبر 16 كانت الحكومة قلقانة مش كده؟ أنا ما كنتش قلقان. فبيقولوا لي طب إزاي يعني أنت مش قلقان ليه؟ قلت لهم لأن كل واحد من دول حتى لو الإعلام ما قدرش يغطي المشاريع بشكل إلحاحي على الناس عشان يشكل عندهم رضا واستقبال لما يتم. أنا كل مواطن شغال اللي شغال في الأنفاق بيكلم أسرته على الأنفاق، واللي شغال في الطريق بيكلم أسرته على الطريق وأصحابه، واللي بيكلم في كل مشروع من مشاريع الدولة هو بيقوم بعملية التسويق دي داخل مجتمعاته. بقت الدولة المصرية بتتكلم عن المشاريع مش محتاجة قوي التغطية الإعلامية الإلحاحية اللي موجودة عشان تثبت الناس وتساعدهم على أنهم يقبلوا الإصلاح الاقتصادي. لا، هم شايفين بالفعل مش محتاج ان انا اوصلهم. ارجع بقى تاني، انا عامل الوقت كان عامل حاسم شديد، عامل الدعم اللي بيقدم به الخدمة في مصر ده عامل حاسم. مثال في محطات الكهرباء ومحطات الصرف الصحي، في شركات طلبت ان هي تيجي تعمل لنا محطات صرف صحي. هو ليه دراسات في من وجهة نظر استثمارية وبيحط حسابات كثيرة جدا جدا ومعاملات كثيرة جدا جدا. تلاقي المحطة اللي بتتكلف 3 و 4 و 5 مليار هو في حساباته بتتكلف 6 و 7، وبيعمل حساباته معانا على كده على انها ب 6 و 7 مليار، وهي في الحقيقة بطريقتنا اللي احنا بنعمل بيها ولا انا مش واخد بالي بتكلف 3 و 4، وانا لو خليته هو يعملها هيبقى عاملها ب 7 و 8. وبالمناسبة هو عايز مني انا يتعاقد معايا كحكومة ان انا اخد منه الخدمة وانا اللي اديله ليه الفلوس. يعني ايه؟ يعني كان في محطة من غير ما اذكر اسمها ولا اسم الشركة اللي قدمت استثمارات ليه كان عايز 800 مليون جنيه في السنة لمدة 25 سنة. 28 800 مليون جنيه في السنة لمدة كام؟ 25 يعني كام؟ يعني 20 مليار جنيه. يعني 20 مليار جنيه دي الدولة مش ولازم الدولة اللي تقدم الفلوس. روحة اللي عايز النهاردة يقدم كهرباء لمصر كمحطات مش بيقدم مش بيجي يعمل محطة هو يخش على المواطنين، لا طبعا بيعمل المحطة ويتعاقد مع وزارة الكهرباء يدي الكهرباء يدخلها له على الشبكة والحجم الطاقة اللي تم تقديمه ياخد هو قدام منه المقابل على طول، وانا اللي اقوم بعملية التحصيل. احنا عايزين نتكلم كلام مسؤول. صحيح. لدولة بتتكلم مع نفسها قدام شعبها. الكلام اللي بيقوله المهندس طارق ده عشان يخفض المدة من 4 سنين أو من 5 سنين لثلاث سنين حضرتك، احنا كان في عمل لان هو الموضوع ما بيخلصش كده بان انا بقول له يلا وربنا معاك. لا لا، وانا بقول الكلام ده للمصريين، ده المتابعة اليومية لهذا الامر بيتم في ال 15 كيلو اللي بتاخده على في منطقة الجميل، وعملية أكتر من 15,000 حامل خرسانة بيتعمل في الأرض ديت عشان إحنا. لأن أنا كان كلمتي ليهم أنا مسؤول أمامكم إن أنا أغطي كل المطالب اللي أنتم عايزينها عشان تنفذوا المشروع. الشق المسؤول بيه مصر، اللي هي مصر هتقوم بيه هتقوم بيه في الوقت اللي أنت عايزه مني هعمله لك خلال السنة. مش كده حضرتك؟ ده عشان يتعمل لازم المصريين يعرفوا ان كان في دولة صحية وبتتحرك ليل ونهار عشان تعمل الجزئية دي. عشان النهاردة تيجي الشركات دي تجيب معداتها تجد المنشآت والجزء اللي المصريين مسؤولين عنه عملوه. احنا بنتكلم في استثمارات اكتر من 10 مليار دولار بتتضخ في الموضوع دوت. مفيش شركة في العالم تحط الرقم ده في مشروع واحد الا اذا كان في حاجات كتير قوي، منها الثقة، لان احنا كنا في التزام بنقول لهم احنا مسؤولين على ان احنا مستحقاتكم كشركات بتعمل معانا، ان انا بالتزام دولة معاكم ان انا ندفع هذه المستحقات. تابعنا طبعا جزء من كلمة السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي اللي كانت امبارح في مؤتمر حكاية وطن، مشاريع ضخمة جدا وطبعا نتائجها بتكون على المدى الطويل. والحقيقة كان في كذا إشارة لطبعا
ثقة المستثمرين وثقة الشركات. وبالرغم يعني كلمة إن أو مصطلح إن يكون في ثقة من مستثمرين حتى وخصوصا مستثمرين أجانب في ظل ما يحدث في المنطقة العربية وفي ظل ما يعني يحاول البعض تشويه مصر عن طريق بعض وسائل الإعلام، فده يعتبر يعني إنجاز كبير وضخم في حد ذاته. المشاريع اللي اتكلم عنها الرئيس دي من شوية في الكلمة اللي تبعناها من شوية مشاريع طويلة المدى. سؤال كتير ناس كتير جدا كانت بتطرحه، احنا امتى الناس هتشعر بالتغيير؟ امتى الناس هتشعر بنتائج بعض المشاريع؟ امتى هنشعر ان بعد كل هذه السنين احنا بنجني ثمار ما بنينا؟ كلام كتير عن الاقتصاد المصري اشار اليه امس برضو السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي في كلمته، هنتابع جزء منها ونعود لاستكمال اخبارنا. مشاهدينا ابقوا معنا. تاني برضو عشان الاسئله بتاعت متى يشعر الناس بهذا الامر. احنا اتكلمنا في الموضوع ده قبل كده، وانا هتكلم فيه ان زي ما بقول كده، اذا كنا بنتكلم على الاسعار اللي موجوده في الدوله المصريه كان زيادتها نتيجه حاجات كتير، منها ان حجم المعروض واسلوب عرضه مش جيد. حجم المعروض قليل ثم اسلوب عرضه كاليات سوق حديثه مش كويسه، وبالتالي كان المواطن بيتعرض. وكتير مننا يقول لك ايه، طب ما تحلوا لنا المساله برقابه زياده على الاسواق. يعني يا جماعه اللي بتقولوا الكلام ده، هو اللي بيعمل الرقابه مين؟ انا ولا المواطنين اللي شغالين في الموضوع ده؟ مش كده؟ مش كده برضو ولا ايه؟ ردوا عليا مصريين. طيب هم ليه ما بينزلوش يشتغلوا بالشكل الجيد؟ اعمل ايه؟ اعمل ايه؟ انا ممكن اقول لكم هنظبط الاسواق ونعمل وننزل الناس والرقابه تبقى. لا، اللي بيشتغل في الموضوع هم احنا، ولازم نعرف كده كويس يا ترى احنا بنشتغل كويس، امناء في تنفيذ مهمتنا، مخلصين في تنفيذ مهمتنا، شرفاء في تنفيذ مهمتنا. كلام ممكن نتكلم فيه كتير، ولكن اللي احنا بنعمله ان احنا بنعمل حجم من العرض يفوق يمكن المطلوب عشان اجبر اليات السوق انها تحترم وتخفض الاسعار. ازاي ان احنا حجم الطلب اللي موجود في السوق المصري بظروف واليات السوق الحاليه نقدر نتغلب عليها ونخلي الاسعار. طب هو الاسعار خلال الايام اللي فاتت ثبتت ولا زادت؟ انا بسالكم، يعني هتكلم عن اللحوم اللي هي اكتر حاجه ممكن تبقى مؤشر، زادت ولا ثبتت ولا قلت؟ لو ثبتت من فضلكم، لو ثبتت يبقى احنا الى حد ما ناجحين، لانها ما تزيدش اكتر من كده كفايه بقى. طب لو انخفضت؟ حاضر يا فندم، انا عارف انخفضت قد ايه يا فندم، احنا قاعدين بنعمل ايه؟ يعني انخفضت 30 و40 جنيه في بعض المناطق وانخفضت 20 جنيه في مناطق اخرى. لكن تصوري ان انت عشان تعملي برنامج، هو تزعلوا وانا بكلمك؟ لا لا خالص. عشان تعملي برنامج لتخفيض سعر اللحوم في مصر، قسما بالله العظيم يعني ده فضل من الله سبحانه وتعالى ان وفقنا لكده. عشان النهارده اقول ان انا يبقى عندي مليون راس ان البرنامج اللي احنا شغالين فيه، وده ملوش دعوه بالمناسبه بالقطاع الخاص خالص، ده قطاع موازي لكل الجهود اللي موجوده في الدوله سواء كانت الحكومه أو القطاع الخاص، عشان حجم الطلب اللي موجود يبقى قدام منه حجم عرض يفرض على إن المنتج ده ينخفض سعره بشكل يبقى مرضي للمصريين، مرضي للمصريين. لا حضرتك، إحنا ما نختزلش اللقاء ده في إن إحنا المواطن يقول لي إمتى أشوف، أنا إحنا هناخد فلوس نوزعها على الناس ولا إيه؟ إحنا بنقيم دولة ولازم الناس تكون بالوعي والمستوى ده، مش إمتى أشوف شوف إيه؟ هنوزع فلوس على الناس؟ احنا بنبني دوله بجد، بنجهز لشباب. طب اقول طب فين الجزء اللي خاص بالمصريين في ان هم يخفضوا نسب النمو السكاني؟ صحيح. هو مش الموضوع ده عباره عن شقين ولا ايه؟ في جزء احنا بنعمله وفي جزء الشعب المصري المفروض يعمله. لما اقول للناس ان احنا نسبه النمو بتاعت 2.5% مش كده يا فندم ولا ايه؟ دي نسبه ما نقدرش نستحملها وهتبقى عبء علينا وعلى اقتصادنا. طب احنا الشق بتاعنا، هل احنا مستعدين لما نقول كلمه واحده ان انا اقول يا جماعه من فضلكم اللي عنده
الطفل ينتظر سنتين ثلاثة قبل ما يجيب الطفل الثاني، واللي عنده اثنين ينتظر خمسة ستة قبل ما يجيب الثالث، ولا لا؟ لا، الموضوع كده، الموضوع مش ان احنا قاعدين هنا وانا بتكلم، انا بكلم بلدي وولادي وناسي، انا مش جاي هنا عشان اقول حديك ايه وزعلك ايه، لا لا، ده لا يليق بينا في تعاملنا مع بعضنا البعض. احنا بنقيم دولة بجد. طيب لو حبينا ناخد او يعني نختصر هذه الكلمه في بعض الجمل القصيره، خلينا نقول اعاده بناء دوله من الاول وجديد، اعاده بناء مجتمع، اعاده بناء ثقافه عامه بشكل يعني متوازن ومن كل الاطراف والزوايا. طبعا قصة إعادة بناء الثقافة دي هي اللي هتعمل الحاجتين اللي قلت لكم عليها، إعادة بناء ثقافة إن إحنا قعدنا فترة طويلة وسنين طويلة، يعني تقريبا 30 أو 40 سنة، يعني بعض الفئات من الشعب المصري إلى حد ما كانت شوية في ثقافة الاتكالية أو ثقافة إن إحنا الشخص الواحد اللي أي ما يحصل أي مشكلة كلنا نروح لهذا الشخص. هنا هنعمل إيه؟ هنعمل إعادة بناء مسؤولية، إن كل واحد هيكون مسؤول عن الجزء اللي حواليه، مسؤول عن أسرته، مسؤول عن مجتمعه، وكل واحد هيبقى عنده جزء من هذه المسؤولية. دي إعادة بناء الوطن، إن مش كل الناس بتقول وأنا مالي، يعني كلمة وأنا مالي دي مفروض بقى خلاص نبطلها، ونبطلها مش نبطلها كلام، يعني نبطلها فعل. ده كان الجزء آخر فيما يتعلق بالاقتصاد المصري وبناء الدولة مرة أخرى، طبعا الذي ناقشه أمس الرئيس عبد الفتاح السيسي في أحداث مؤتمر حكاية وطن. نروح بقى الخبر تاني ونروح لوزير الإسكان. وزير الإسكان قال لمن يسأل جدوى عن بناء المدن الجديدة، في ناس بتسأل ليه بيتم إنشاء مدن جديدة. المدن الجديدة دي أول حاجة كده بيسكنها دلوقتي 7 مليون نسمة وقابلين للزيادة. صرح السيد وزير الإسكان مصطفى مدبولي إن الوزارة بتعمل على مضاعفة الرقعة المعمورة في مصر لمواكبة الزيادة السكانية، وأضاف أن العاصمة الإدارية الجديدة المرحلة الأولى تأخذ من 15 إلى 20 عام، ولكن الرئيس أمر أن تقتصر المرحلة على من 3 لـ4 سنين بس بناء. أضاف أيضا السيد وزير الإسكان خلال فعاليات مؤتمر حكاية وطن أن القيادة السياسية حريصة جدا على إنجاز المشروعات دي في وقت قصير وقياسي جدا، وأضاف أن نهاية العام الحالي سيبلغ عدد وحدات الإسكان الاجتماعي 600,000 وحدة، ومصر محتاجة إلى 500,000 وحدة سكنية جديدة عشان تواجه الزيادة والانفجار السكاني كل سنة. تم بناء 14 مدينة جديدة خلال الثلاث سنين اللي فاتت، 14 مدينة. موضح كمان السيد وزير الإسكان إن كان دايما بيطرح سؤال الأولوية هو بناء المدن الجديدة ولا إن احنا نشوف الأماكن القديمة يعني ونحاول إن احنا نرممها. الإجابة اللي قالها السيد وزير الإسكان إن هذا المدن الجديدة دلوقتي اللي الناس كانت بتسأل اتبنت ليه ساكنها 7 مليون نسمة. أوضح مدبولي أيضا أن هناك وزير إسكان في أحد الدول الأوروبية قال له عدد سكان دولتنا 2.5 مليون نسمة، والسكان في مصر بيزيدوا كل سنة 2.5 مليون نسمة، فهل يعني أنتوا بتبنوا بمقدار، يعني أنتوا بتزيدوا بمقدار دولة كل سنة؟ فدي برضو حاجة، يعني ده انفجار سكاني مش زيادة سكانية. يعني الدولة اللي كان بيتكلم عنها السيد وزير الإسكان عدد سكانها كله كده أول عن آخر 2.5 مليون، إحنا هنا بنزيد كل سنة قد الدولة دي 2.5 مليون. الوزير تابع كمان البنك الدولي أشاد بمشروعات الإسكان والصرف الصحي في القرى. الحكومة كمان أنهت أول قانون لتسجيل العقارات في المدن الجديدة بنظام الإيداع عشان يسهلوا على المواطن، وأكد كمان أن المرحلة الأولى من العاصمة الإدارية الجديدة فيها 285,000 وحدة سكنية لمحدود الدخل، و150,000 وحدة سكنية لمتوسط الدخل، و15,000 وحدة سكنية لطبقة عالية، يعني العالية الدفع أو اللي بيبقى أسعارها عالية شوية. عدد وحدات المرحلة الأولى 470,000 وحدة سكنية. ده كان ملخص مناقشة
مناقشة السيد وزير الإسكان في موضوع المدن الجديدة. طيب أنا عايزة أرجع تاني يا جماعة لقصة الناس كانت دايما بتتابع وبتقول المدن الجديدة دي لازمتها إيه؟ أو إحنا الأولوية، إحنا محتاجين مدن جديدة وكل حاجة، بس عايزين إن إحنا نتابع القديم الأول، أو نتابع المشاريع القديمة، أو نتابع الصرف، أو نتابع الزراعة، أو نتابع. أنا شايفة إن كل ده لازم يمشي طبعا بالتوازي، بس أنا لو عندي مشاكل، لسه كنا بنتكلم في بداية الحلقة. طيب هناخد تليفون. أنا معايا الكاتب الصحفي أستاذ هاني يونس، المتحدث الرسمي باسم وزارة الإسكان. يا أستاذ هاني، صباح الفل يا زمان. صباح الفل، أهلا بيك يا فندم. طيب احنا كنا حالا بنتحدث عن موضوع المدن الجديدة، ويعني استوعبت بالفعل عدد كبير جدا من المواطنين، وقابلة للزيادة. والحقيقة أنا شايفة كمان من الصور اللي كانت اللي تبعتها، الحقيقة أن المدن حتى يعني على أعلى مستوى حتى منها الطبقة لمحدودي الدخل. أنا عايزة أعرف من حضرتك الأول تعليقك إيه على التساؤل ده. بالنسبة للتساؤل طرحه وزير الإسكان امبارح في مؤتمر حكاية وطن، وقال أنا بسأل الناس اللي بيقولنا أنتوا ليه بتعملوا مدن جديدة؟ احنا دلوقتي عندنا 7 مليون مواطن بيسكنوا المدن الجديدة. فده تساؤل، والوزير أجاب عنه. السبعة مليون مواطن دول لو ما كناش عملنا مدن جديدة كانوا ودناهم فين؟ تمام، ده رقم واحد. رقم اتنين، المدن الجديدة لو حضرتك ملاحظة هي دلوقتي الفرصة الوحيدة تقريبا، رقم واحد، استيعاب الزيادة السكانية. احنا عندنا 2.5 مليون مواطن بيقولنا سنويا زيادة سكانية، هنوديهم فين؟ لو ما كناش عملنا مدن جديدة مخططة على أعلى مستوى كان يحصل انفجار، هيبنوا هيروحوا في العشوائيات، يا إما كانوا هيبنوا على الأرض الزراعية. فبالتالي لازم أنت تسبقي وتعملي مدن جديدة مخططة عشان توجدي فرص للسكن للناس دي. الحاجة الثانية إن المدن الجديدة هي دلوقتي الفرصة الوحيدة أو المكان الوحيد لخلق مناطق الاستثمار. عندك دلوقتي لو انت حضرتك عايزه تعملي منطقه صناعيه هتعمليها فين غير في المدن الجديده؟ لو لاحظت طبعا برضو ان معظم المدن الصناعيه الكبرى اللي عندنا في المدن الجديده، عندنا المنطقه الصناعيه في مدينه العاشر من رمضان، المنطقه الصناعيه في مدينه السادات، المنطقه الصناعيه في مدينه 6 اكتوبر، المنطقه الصناعيه في برج العرب الجديده، كل المناطق الصناعيه الكبرى عندنا موجوده في المدن الجديده. كل الفرص الاستثماريه الكبرى، لو حد مستثمر كبير عايز يعمل يعني مشروع، هتلاقي دلوقتي كل الفرص موجودة، يقول لك في العلمين الجديدة، في العاصمة الإدارية الجديدة، في 6 أكتوبر، في القاهرة الجديدة، في العبور، في الشروق. فاحنا المدن الجديدة عملناها رقم واحد عشان نستوعب الزيادة السكانية اللي احنا بنزيد سنويا 2.5 مليون مواطن، عشان نوجد فرص للاستثمار، نوجد فرص للعمل. احنا عندنا فرص عمل. وحضرتك قلت حاجة مهمة قوي، محاربة العشوائيات والقضاء على العشوائيات، وايضا محاربه الـ يعني البناء على الاراضي الزراعيه. دول حاجتين يعني احنا اصلا بنحاول ان احنا نحاربهم طول الوقت. بالظبط، لو ما سبقناش احنا المواطن بمناطق مخططه يسكن فيها هيتصرف فوق، لازم يسكن. بالظبط، ما هيقول لك ما فيش مكان اروح فين. بالظبط، هيعمل عشه على ارض زراعيه، هيعمل عشه في منطقه عشوائيه ويسكن فيها. فبالتالي احنا لازم نسبق احنا بمدن مخططه على اعلى مستوى. عشان كده احنا الدولة دلوقتي بتنفذ 13 مدينة جديدة في ربوع مصر كلها، سواء كان في منطقة الدلتا أو في منطقة القناة أو في صعيد مصر، عشان تستوعب الزيادة السكانية. ومعمولة بقى بنظام مخطط، يبقى فيه منطقة سكنية حضارية على أعلى مستوى فيها كراسي متكاملة زي حضرتك ما بتقولي، حتى الإسكان الاجتماعي نفسه اللي هو بتاع محدودي الدخل يبقى فيه جودة الحياة. الحمد لله احنا لازم نسبق بالمناطق دي عشان ما يجيلناش كارثة في العشوائيات اللي احنا بنحاربها دلوقتي وبنقضي عليها دلوقتي. تمام، يعني أستاذ هاني كمان خليني أكد على قصة إن كل مدينة بتبقى فيها خدماتها المتكاملة، فيها أماكن عمل، فيها مدارس، فيها مستشفيات، فيها عيادات، في يعني مجتمع عمراني كامل بشكل كبير جدا، بيمنع بقى إيه إن مثلا يبقى هو شغله في مكان ويروح مكان تاني، فأنا كده كده بيبقى عندي موضوع التكدس والزحام. فدايما كانت الناس بتسأل هي المدينة الجديدة دي فيها خدمات؟ يعني أنا أقدر أعيش فيها وما أخرجش منها إلا قليلا يعني؟ أعتقد إن الناس دلوقتي كلها تتمنى تسكن في المدينة الجديدة. أعتقد إحنا لما بننزل شقق أو أراضي 6 أكتوبر في العبور في الشروق، الناس بتقف طوابير، وحضرتك ذاته قبل كده الطوابير والتقاتل اللي موجود في بنك التعمير والإسكان عشان الناس تحجز. فده دليل حضرتك لو عايزة تقعدي في مكان شيك بتروحي فين؟ بتروحي مدينة الشيخ زايد، بتروحي أكتوبر. أنتوا موجودين فين دلوقتي؟ في
اكتوبر مدينه جديده. كل المدن الجديده دلوقتي بقت الحمد لله فيها ما يطلق عليه جوده الحياه. في بعض مشاكل، ما بقولش ان الدنيا وردي برضه عشان الناس ما تقولش هاني يونس بيجمل كل حاجه، لا ما بقولش ان احنا في مدينه الفاضله، لا في بعض مشاكل في بعض المناطق ممكن تلاقي المواصلات مش مظبوطه قوي، بنحاول نتغلب على اي مشكله بتظهر. لكن المدن الجديده اللي احنا بنعملها دلوقتي دي مدن على اعلى مستوى من التنفيذ وبتحقق جوده الحياه، وعشان كده المواطنين كلهم عايزين ينتقلوا ليها. تمام، انا بحييك يا استاذ هاني وبحييكم طبعا كوزاره بالكامل على هذا النشاط. شكرا مره اخرى الاستاذ هاني يونس المتحدث الرسمي باسم وزاره الاسكان. ونروح من وزارة الإسكان لوزيرة التخطيط البنية الأساسية في أفضل حالتها بشهادة المؤسسات الدولية. ده كان تصريح الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري، اللي قالت بالفعل إن البنية التحتية في مصر كانت في حالة سيئة للغاية لثلاث أسباب. أولها الضغط بسبب الزيادة في الإسكان، ثانيا إنه ما كانش في استثمارات بتوجه البنية الأساسية من سنة 2011 لحد 2014 عملت كارثة، ثالث حاجة ما كانش في حاجة يعني أو توجه لصيانة على استثمارات البنية الأساسية قبل سنة 2011، وكان قليل جدا هذا التوجه مما تسبب في تهالك البنية الأساسية في هذه الفترة. عشان بس لما نقول إحنا يعني بنعيد بناء دولة مرة تانية نبقى مش بنبالغ. دكتورة هالة السعيد أكدت كمان في كلمتها في فعاليات اليوم الثاني أمس من مؤتمر حكاية وطن أن وضع البنية الأساسية للدولة أصبح الحقيقة في حالة أفضل بشهادة المؤسسات الدولية. وأضاف الدكتورة هالة أيضا نستطيع اليوم التحدث عن الشراكة بين الحكومة والاستثمار الخاص، وأي مشروع يحتاج إلى أصول للدخول والمشاركة في الاستثمارات. أشارت أيضا السيدة وزيرة التخطيط إلى أن الحكومة المصرية عندها دلوقتي ذراع استثمارية قوية جدا وهو مجلس الاستثمار القومي، ووضحت أن مشاريع البنية الأساسية مهمة جدا لجذب الصناديق السيادية. ومنها إلى خبر آخر، السيد عبد الحكيم عبد الناصر يحرر توكيل لتأييد ترشح الرئيس عبد الفتاح السيسي لولاية ثانية. توجه المهندس عبد الحكيم عبد الناصر نجل الزعيم الراحل جمال عبد الناصر إلى مكتب الشهر العقاري بمصر الجديدة لعمل توكيل لتأييد الرئيس عبد الفتاح السيسي لمرشحا لرئاسة الجمهورية لولاية ثانية. أكد أيضا أن الرئيس حقق خلال 4 سنوات الكثير من الإنجازات، وهو ما دفعه لتحرير توكيل لاستكمال مسيرته. أكد عبد الناصر أن الرئيس السيسي أيقونة وطنية يلتف حولها الشعب المصري بكل طوائفه من أجل العبور بمصر إلى من المرحلة التاريخية الحرجة التي تعيشها مصر حاليا، ونحقق نجاحات بإذن الله تذهل العالم. الصور اللي شفناها وتابعناها من شوية كانت امبارح وحصرية لصباح دريم ويك اند، وبشكر المصور الجميل عم عيد طبعا عم عيد خليل اللي أخذ لنا الصور دي واختصنا بيها. طيب نروح امبارح كمان كان في مؤتمر مهم جدا، مصر واثيوبيا تطويان الخلافات. تابعنا طبعا المؤتمر، والحقيقه كان المؤتمر على درجه عاليه جدا من التحضر والنظام. الرئيس عبد الفتاح السيسي صرح ان نموذج التعاون في حوض النيل كان امبارح في المؤتمر لا يجب ان يكون معادله صفريه. على الجانب الاخر ديسالين قال ان ولن نفكر في تعريض المصريين للخطر. ده كان اهم تصريحين اتقالوا صرح فيه الرئيس امبارح الرئيس عبد الفتاح السيسي ان نموذج التعاون في حوض نهر النيل ما يجبش ان يكون باي شكل من الاشكال معادله صفريه، وانما قاطره عشان تحقق التنميه والرخاء لشعوبنا من خلال التعاون وتفهم ايضا شواغل الطرف الاخر، لا سيما حينما تتعلق تلك الشواغل بشريان الحياة الرئيسي للشعب المصري نهر النيل والشعب المصري اللي بيتجاوز عدد سكانه 100 مليون نسمة وبيعتمد بشكل رئيسي على نهر النيل كمورد للمية. أعرب الرئيس السيسي في المؤتمر أيضا امبارح المؤتمر الصحفي المشترك مع رئيس الوزراء الإثيوبي هيلا مريم ديلاسين
عن قلق مصر البالغ من استمرار حالة الجمود اللي بتعتري المسار الفني الثلاثي لسد النهضة المعني بإتمام الدراسات المتفق عليها لتحديد الآثار البيئية والاقتصادية والاجتماعية المحتملة لسد النهضة على دولتي المصب وكيفية تجنبها. وأكد كمان ضرورة أن تعمل الأطراف الثلاثة في أسرع وقت ممكن على تجاوز حالة الجمود الحالية علشان يضمنوا استكمال الدراسات المطلوبة بالشكل الذي يرضي جميع الأطراف، باعتبارها الشرط اللي حددوا اتفاق إعلان المبادئ الموقع بين مصر وإثيوبيا والسودان سنة 2015 عشان يبتدوا في ملء الخزان وتحديد أسلوب تشغيله كل سنة. في نفس السياق أشار الرئيس أيضا أن مصر بتقدر ما تؤكده إثيوبيا دايما من حرصها على عدم الإضرار بمصالح مصر المائية، لأنه من الضروري أن ندرك أن السبيل الأمثل والأوحد لترجمة ذلك أو ترجمة هذه التصريحات من الجهة الأثيوبية هو استكمال الدراسات المطلوبة عشان الموضوع يبقى على أساس مستندات علمية ودراسية عشان نضمن بنتائجها ونضمن تجنب أي آثار سلبية للسد على دولتي المصر. الرئيس السيسي رحب برئيس وزراء اثيوبيا والوفد المرافق ليه امبارح في بلدهم الثاني مصر في هذه الزيارة الهامة التي تشهد عقد اعمال اللجنة العليا المشتركة بين مصر واثيوبيا والتي تعقد للمرة الاولى على مستوى قيادتي البلدين. من جانبه اعرب رئيس الوزراء الاثيوبي عن سعادته بحفاوة الاستقبال وكرم الضيافة في مصر، واشار الى انه زار مصر في عدة مناسبات تانية بس دي الزيارة الرسمية الاولى كرئيس للوزراء، واكد الحقيقة اتفاقه مع الرئيس السيسي حول نتائج اللجنة العليا المشتركة مشيرا إلى أنها تعد خطوة تاريخية في حد ذاتها، وأضاف أيضا أنه تم عقد مباحثات ثنائية تم خلالها بحث العديد من الموضوعات ذات الاهتمام الثنائي والإقليمي المشترك. أيضا في أضاف رئيس الوزراء في نفس السياق أمس في المؤتمر أنه تم مناقشة سبل تعزيز الروابط الثنائية بين البلدين، وتم الإقرار بالدور المحوري اللي بتلعبه البلدين في أفريقيا، وأضاف أنه تمت مناقشة مخاطر الإرهاب ومخاطر التطرف الديني والإرهاب الفكري، وأعرب دلاسيل الحقيقة عن تعزيز امبارح في ضحايا الأعمال الإرهابية اللي ارتكبت ضد الشعب المصري. في النهاية أوضح ديلاسين أن تمت مناقشة ملف نهر النيل اللي بيشكل مصدر أساسي للحياة عند الشعبين سواء المصري أو الإثيوبي، وبيوفر فرصة للتعاون بين البلدين، خطوة رائعة للتفاوض وخطوة الحقيقة مطمئنة للغاية المؤتمر اللي عقد أمس. طيب الأزهر الشريف كمان أعلن امبارح بالتعاون مع مجلس حكماء المسلمين وتحت رعاية السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية وبحضور الرئيس محمود عباس رئيس دولة فلسطين. الحقيقة كان تم عقد مؤتمر الأزهر العالمي لنصرة القدس بمركز الأزهر للمؤتمرات في العاصمة المصرية القاهرة، وذلك للتباحث بين قادة الفكر والرأي والدين والسياسة ومحبي السلام من 86 دولة من مختلف قارات العالم لبحث آليات وأساليب جديدة تنتصر لهوية القدس ولكرامة الشعب الفلسطيني وتحمي أرضهم وتحفظ عروبة القدس وهويتها الروحية وتصد الغطرسة الصهيونية التي تتحدى القرارات الدولية وتستفز مشاعر شعوب العالم بشكل كبير، وبخاصة 4 مليار من المسلمين والمسيحيين للرد على قرارات الإدارة الأمريكية التي تؤكد انحيازها لكيان الاحتلال الصهيوني الغاصب. على مدى يومين وفي الفترة من 29 ربيع الآخر والأول من جمادي الأولى سنة 1439 المقابلة طبعا ل 17 كانت 17 و18 يناير الجاري كان امبارح وأول من سنة 2018، وبعد عدد الحياة من جلسات وعدد من المداولات ورش عمل اتفق المجتمعون كلهم على إصدار إعلان الأزهر العالمي لنصرة القدس. وتضمن الإعلان ده 13 بند للتضامن مع القدس وجه من البنود دي تأكيد المؤتمر على وثيقة الأزهر الشريف عن القدس الصادرة في 20 نوفمبر 2011 واللي شددت على عروبة القدس وأكدتها وكونها حرم إسلامي ومسيحي مقدس عبر التاريخ. تأكيد القدس عاصمة الأبدية لدولة فلسطين المستقلة والتي يجب العمل الجاد على إعلانها رسميا والاعتراف الدولي بها وقبول عضويتها الفاعلة في كافة المنظمات والهيئات الدولية. فالقدس ليست فقط مجرد أرض محتلة أو قضية وطنية فلسطينية أو قضية قومية عربية، بل هي أكبر من ذلك، هي حرم إسلامي مسيحي مقدس.
أيضا جاء في البنود بنود المؤتمر الرفض القاطع لقرارات الإدارة الأمريكية الأخيرة والتي لا تعدو بالنسبة للعالم العربي والإسلامي وأحرار العالم أن تكون حبرا على ورق، فهي مرفوضة رفضا قاطعا وفاقدة للشرعية التاريخية والقانونية والأخلاقية اللي تلتزم أو بتلزم الكيان الغاصب بإنهاء هذا الاحتلال فورا وفقا لقرارات الأمم المتحدة الصادرة في هذا الشأن. وبيحذر المؤتمر ومن وراءه كافة العرب وكافة المسلمين والمسيحيين وأحرار العالم في الشرق والغرب من أن هذا القرار إذا لم يسارع الذين أصدروا إلى التراجع عنه فورا فإنه سيغذي التطرف العنيف أكثر وينشره حول العالم. طيب ده نروح بقى لوزارة التربية والتعليم. الناس كانت تسأل الامتحانات بتاعة الفصل الدراسي الأول قربت تنتهي وعودة أو انتهت وعودة الدراسة 3 فبراير اللي جاي. اختتمت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني امبارح الخميس الفصل الدراسي الأول وفقا للخريطة الزمنية للعام الدراسي الحالي، وذلك بأداء طلاب الشهادة الإعدادية امتحانات الترم الأول على مستوى الجمهورية. وجه الدكتور رضا حجازي رئيس قطاع التعليم العام بوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني وجه بمراعاة قواعد التصحيح وتقدير الدرجات وتوزيعها على الأسئلة وفقا لنموذج الإجابة، خصوصا بعد الشكاوي المتكررة من الطلاب بسبب صعوبة بعض الأجزاء في الامتحانات. حجازي قال كمان يعني ده هيتراعى في التصحيح. إن رئيس القطاع العام رضا حجازي قال إن المديريات شكلت لجان لمواجهة الغش، وأشار إلى أن أي حالة هيتم ضبطها أو تم ضبطها هيتم تطبيق الإجراءات القانونية اللازمة، خصوصا إن في القانون رقم 73 لسنة 2017 منظم لأعمال الامتحانات والإخلال بها بيوضح إن في عقوبة على الغش بشكل قاطع. أوضح أيضا رئيس قطاع التعليم العام أنه هيتم مراعاة شكاوي الطلاب خلال التصحيح نظرا لأن في بعض الأخطاء الفنية اللي ظهرت في أول يوم في امتحان العربي، حيث يعني كان في الشكوى كانت إيه اللجنة الفنية لوضع الامتحانات ما كانتش حاطة كلمات خطوط تحت الكلمات اللي المطلوب من الطالب أنه هو يعربها، فعملت يعني قلق في لجنة الامتحان. إضافة إلى الشكوى من صعوبة الامتحان أصلا في مادة العلوم في محافظة القاهرة كان الامتحان صعب جدا، ووضح الوزارة أن الوزارة دايما في مصلحة الطالب ومن ثم هياخدوا في الاعتبار الملاحظات دي كلها. ربنا يوفقهم إن شاء الله ويوفق الجميع. الدراسة يوم 3 فبراير اللي جاي. من التعليم للتموين، التموين بتعلن عن بدء استخراج أول دفعة بدل فاقد وتالف عبر المحمول ل 1700 مواطن في الوقت الذي يعاني فيه الكثير من المواطنين نتيجة عدم تمكنهم من الحصول على بطاقات تموين بدل فائد وبدل تالف، والفصل الاجتماعي كان فيه يعني شوية مشاكل كده، ده كان نتيجة تقاعس بعض الشركات. أعلن السيد عمرو مدكور مستشار وزير التموين والتجارة الداخلية لنظم المعلومات، أعلن عن استخراج أول دفعة بطاقات تموين بدل تالف وفائت من خلال المحمول امبارح الخميس ل 1700 بطاقة تموين، وأنه هيتم تسليم بعض المواطنين النهاردة بطاقاتهم بمديرية التموين بالقاهرة احتفالا باستخراج البطاقات بالمنظومة الجديدة. بس هيتم تسليم البطاقات بشكل فعلي للمواطنين كلهم إن شاء الله في مكاتب التموين التابعة ليهم اعتبارا من يوم الحد الجاي بعد بكرة، على أن يحصل كل مواطن على البطاقة بنفسه، وأنه بمجرد استلام المواطن البطاقة من مكتب التموين هيقوم يعني في رسالة تانية بقيمة جنيه واحد على نفس الرقم. هقول لكم الرقم 91-23-7 91-23-7 داخل الرسالة دي هيضغط رقم واحد وهيتم الرد عليه برسالة مجانية تانية على تتضمن الرقم السري الخاص بالبطاقة بتاعته أو أنه هو هيفعل الرقم اللي هيفعل به بطاقة التموين. ده كان بالنسبة لخبرنا من وزارة التموين. وفي أيضا الجيش الوطني الليبي بيطلق عملية اسمها غضب الصحراء ضد عصابات إجرامية في الكفرة. أكد المتحدث العسكري الليبي العميد أحمد المسماري إطلاق قوات الجيش الوطني الليبي مدعومة بالقوات الجوية تنفيذ عملية في الجنوب الشرقي جنوب غرب الكفرة أطلقت عليها عملية غضب الصحراء. أوضح المتحدث العسكري الليبي في بيان صحفي أمس الخميس أن العملية استهدفت العصابات الإجرامية المنتشرة في المنطقة والتي تقوم بعمليات خطف المواطنين وتمارس عليهم الحرابة والسرقة وتكبدهم خسائر فادحة. طيب في عندنا كده خبرين عن إسرائيل.
تعالوا يعني نقولهم كده او يعني نستعرضهم مع بعض. في موقع اسرائيلي قال انه تل ابيب دعت واشنطن لضرب العراق خوفا من قصفها بعد حرب الكويت. موقع اسرائيلي اسمه ولا كشف النقاب عن الاولى كشف النقاب عن ان في قيادات بالجيش الاسرائيلي الحقيقه دارت بينهم نقاشات حول الوضع في العراق بعد الغزو العراقي للكويت كان لما كان طبعا في بدايه التسعينات من القرن الماضي، وما ترتب على هذا الغزو من قيام الجيش الامريكي بعمليه عاصفه الصحراء. الموقع بحسب تسريبات حصل عليها هذا الموقع من الجهات الإسرائيلية بيعود تاريخه 27 سنة فاتت، وعبارة عن محادثات دارت بين وزير الدفاع الإسرائيلي حينها اللي كان موجود حينها يعني موشي إرنست ورئيس الأركان الإسرائيلي دان شامرون اللي كانوا الحقيقة ناقشوا المشاركة في الحرب ضد العراق لأنهم كانوا خايفين أن العراق ترد بصواريخ على تل أبيب بعد مشاركة الجيش الأمريكاني. تمام. الموقع أوضح كمان أن إسرائيل خلال الفترة من ولاية رئيس الوزراء الإسرائيلي إيزاك رابين أو إسحاق رابين كان عندها تخوف من قبل بغداد بالهجوم. أن بغداد، خلي بالكو إحنا هنقول تاني، أن بغداد سوريا القاهرة أو بغداد وسوريا ومصر عندهم كان يعني أقوى جيوش في العالم، فكانت إسرائيل خايفة أن بغداد تهجم على إسرائيل بعد الحرب على الكويت، وكانت بتمتلك 38 صاروخ سكود وكانت من أشهر طبعا الصواريخ وقتها، وصاروخ سكود كان قادر على الوصول إلى تل أبيب من العراق لتل أبيب في دقائق. أشار الموقع برضو إلى أن إسرائيل كانت عن يعني عايزة تشارك في عاصفة الصحراء دي من خلال مشاركة مقاتلات من سلاح الجو الإسرائيلي لضرب منطقة حيوية في العراق ومناطق عدة مناطق حيوية في العراق، بس في اللحظات الأخيرة تراجعت الحكومة الإسرائيلية عن القرار بعد الجلسة اللي عقدها إيزاك رابين مع من عدد من أعضاء الكابينت في تل أبيب. ده كان تسريب. تمام. التسريب الثاني مسؤول إسرائيلي سابق بيقول أرشفنا بيخبئ جرائم حرب. يعقوب لوسبيك المسؤول السابق عن أرشيف الدولة التابع لمكتب رئاسة الوزراء الإسرائيلية وقال تصريح، هو دلوقتي هو مسؤول سابق يعني مش في مكان أوفيشل أو مش في مكان رسمي، وصرح أن حكومته بتتعمد إخفاء أرشيفها المتعلق بممارسة بعض الممارسات داخل الأراضي الفلسطينية المحتلة، وذلك لما تنطوي عليه هذه المعلومات من خطورة قد تتسبب بإحراج إسرائيل كدولة أو إسرائيل ككيان يعني صهيوني أمام المجتمع الدولي. لوسبيك قال في تقرير ليه أعلنت عنه صحيفة هارتس العبرية، وصحيفة هارتس من أشهر الصحف في الإسرائيلية أو من أشهر الصحف في إسرائيل. طيب، فهو هذا التقرير كان أول امبارح الأربع إن غالبية المواد المحتفظ فيها في أرشيف الدولة مغلقة ولن يتم فتحها أبداً، وبالنسبة القليلة المتبقية يتم فتحها وفق قيود غير معقولة وغير مسبوقة ودون أي رقابة عامة أو شفافية. ده تصريح لوسبيك. قال كمان إن الدولة غالبا ما تستخدم الذرائع الأمنية من أجل إخفاء مواد يمكن أن تحرجها كالمس بحقوق الإنسان بالأعمال التي جرت باسمها، وأنها لا تفخر بهذه الأعمال. تابع برضو إن الإسرائيليين ارتكبوا جرائم حرب هنا وهناك، والحقيقة كان الجهاز الشباك كان ضالع جدا في جهاز التعليم داخل القطاع العربي. إسرائيل عملت مواطنيها العرب بطريقة لا تشرف دولة ديمقراطية. انتقد لوسبيك أيضا سياسة الإبقاء على الأرشيف الإسرائيلي الذي أداره خلال السنوات الأخيرة طي الكتمان، وقال أن الكشف عن الحقائق دي بشأن السلوك هو شرط أساسي لوجود مجتمع ديمقراطي، مش خطر يجب منعه بواسطة منع المعلومات بهذه الطريقة القمعية. أوضح أيضا أنه من بين حوالي 3 مليون ملف محتفظ بها في أرشيف الدولة إسرائيل تم فتح حوالي 550 ألف ملف فقط أمام الجمهور بتأخير زمني يساوي أكثر من 2000 سنة يعني في يعني ممكن أن هم يتلاعبوا فيه وفق تقديره أو أن هم يمسحوا هذه الوثائق وفق تقديره. طيب احنا كده عندنا تسريبين اسرائيليين، يعني احنا هنقرأ الاخبار بشكل ان هي اخبار يجب علينا متابعتها. اشمعنا يعني دلوقتي وبعد كل السنين دي تطلع هذه التصريحات؟
سؤال تاني، ليه المسؤول هذا المسؤول يعني افتكر بعد سنين طويلة برضو ان هو يقول ان اسرائيل اللي المفروض ان هي بلده تكبدت او عندها مشكلة ان هي دولة بتعمل حاجة اسمها جرائم حرب، وجرائم الحرب دي مش حاجة قليلة، دي حاجة كبيرة جدا تضر بسمعة ومصلحة الدولة. احنا عارفين بالفعل ان هذه الدولة عدو لينا من اول الخليقة لغاية اخرها، فبرضو يعني حاجات تستحق كده علامات الاستفهام. وايه الوثائق التانية اللي يعني مختبئة في ارشيف الدولة الاسرائيلية وممكن تطلع بعد كده؟ المسؤول في 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 البلد اللي زي دي ما بيطلعش يقول الحقيقة الا بعد ما يتشال او بعد ما تحصل مشكلة او بعد ما يحس ان هو يجب ان يعاد اليه النظر مرة تانية. طيب في برضو كان في على فكره تصريح بس يعني او شائعه، والشائعه دي الحقيقه كانت مضحكه جدا. ناس كانت بتقول ان دونالد ترامب الرئيس الامريكي عنده نوع من الاختلال العقلي. الكلام ده مش حقيقي يا جماعه خالص، لان دونالد ترامب عارف كويس قوي هو بيعمل ايه ومخطط ليه من زمان جدا. واعتقد ان التاريخ، ولو رجعنا كده تاريخ دونالد ترامب، هنعرف ان هو قاصد يعمل كل الحاجات اللي اتعملت او كل الخطوات اللي اتعملت على من مدار ما مسك الحكم من نوفمبر قبل اللي فات لحد دلوقتي. طبيب البيت الابيض قال ما فيش اي مؤشر على اي خلل في الادراك عند دونالد ترامب. طيب قال اختبار هو عمله اختبار قياس مستوى الادراك اللي اجري مؤخرا للرئيس دونالد ترامب. المقاييس جات عادية جدا، ترامب في حالة صحية ممتازة، ما بيعانيش من أي خلل في الإدراك على فكرة، عارف كويس هو بيعمل إيه، وأشار إلى إمكانية استفادته من النظام الغذائي قليل الدهون وممارسة المزيد من التمرينات ويبقى تمام وزي الفل. الطبيب روني جاكسون ده طبيب البيت الأبيض قال ما فيش أي مؤشر إن دونالد ترامب بيعاني من أي مشكلة في عقله أو في إدراكه، وشدد إن ترامب هو اللي طلب الخضوع لفحص الإدراك اللي جت نتيجته جيدة للغاية. يعني هو اللي طلب، قال له اصل الناس بتقول عليا ان انا عندي خلل في الادراك فتعالى اعمل لي اختبار او قياس للادراك. طيب شدد ان ترامب فعلا زي ما قلت لكم هو اللي طلب هذا الطلب منه وجت نتيجته ممتازه، واضاف باختصار صحه الرئيس دونالد ترامب العامه ممتازه بينعم عن بالفوائد القلبيه طويله الاجل وفوائد صحيه عامه نتيجه ابتعاده طول الوقت عن الكحول وعن التدخين. نروح لعلماء النفس والسلفي، صور السلفي نتيجة لدراسة دليل على الأنانية والنرجسية. بصوا أنا هقول لكم الدراسة، وأنا مش عارفة الدراسة دي حقيقية ولا لأ، بس في ناس كتير يعني ممكن تكون شخصيات عادية وسوية ومحترمة جدا وبتصور سيلفي عادي، بس علماء النفس في فرنسا ومن بينهم إليسا جودار وسيرجا تيوري قالوا إن ظاهرة صور السيلفي اللي انتشرت بصورة جنونية بين الشباب مش نوع إلا من الأنانية والنرجسية، كما هي نوع من الوحدة والانعزالية في الوقت المعاصر. هي أنانية ونرجسية وفي نفس الوقت وحدة، برضو مش عارفة ازاي. عالمة النفس الفرنسية إليسا قالت ان السيلفي ده بانه سؤال عن الانا، يعني ان الشخص لما الانا الداخلية لما الشخص يمسك التليفون او يمسك الكاميرا او كده ويصور، هو يصور نفسه، ده معناه ان هو شخص اناني جدا ونرجسي، لان هو طبعا ما في يعني كل واحد بيمسك التليفون ويصور نفسه، صور نفسه 900,000 صورة وينقي في الاخر 4 صور حلوين منها، فبيقعد يصور نفسه او يصور الباك جراوند اللي وراه وهو موجود فيها، فده بيعبر عن الانانية. قالت كمان ان سنة 2016 الصورة دي هي لغة الحوار مش كلام، دي بقى مشكلة جدا، وبيمحو صاحب السيلفي فكره بيعتمد على اللمس الديجيتال بس على السمارت فونز. يعني مثلا ممكن انتوا اكيد ناس كتير بتعمل كده، ما تيجي حد من اصحابك يقول لك انت بتعمل ايه دلوقتي، فبدل ما اقول له انا بعمل ايه اروح مصوره المكان ومصوره وده واقول له احنا بعمل كذا، او ابعت له الصوره باكل فابعت له صوره الاكل، ابعت له صورتي وانا باكل كده يعني. فلغت الموضوع، هي لغت لغه الحوار. وعلى فكره العيال الصغيرين اللي بقوا يعملوا ده بقى عندهم تاخر شويه في الكلام، يسيبك مننا احنا بس الاطفال بقى عندهم تاخر في الكلام. بس كده يعني ده كان موضوع السيلفي، فنحاول ناخد بالنا من موضوع الصور السيلفي. طب من الاخبار الطريفه كمان تم اكتشاف لكم بقى حاجه اسمها كائن اسمه او يعني مخلوق اسمه الفار الذئب، احدث اكتشافات العلماء في امريكا. الفار الذئب كما يطلقون عليه يعيش في امريكا الشماليه وممكن ان احنا نلاقيه في امريكا الوسطى. الفار
الفار ده اللي احنا شايفينه مش هو الفار الوحيد في العالم اللي بيصطاد الفرائس، مش الفرائس اللي بتصطاد، فار متوحش مش الفرائس هي اللي بتصطاده، ويكره الاختلاط بالبشر، مش عايز يختلط بحد، وبيحب يعيش في الاماكن الجافه غير المأهوله. هو ده اسمه الفار الذئب. ها، والملحوظ في تصرفاته عدوانية جدا. ولما أخذوا الفار ده عشان يعملوا عليه تجارب، حطوه في قفص مع فار تاني، فكان هيموت الفار التاني اللي هو الفار العادي، أما لو كان فار من نفس فصيلته، فار ذئب زيه يعني، هيمسكوا في بعض ويتخانقوا، واللي يفوز ياكل التاني، عشان كده هم بيسموه الفار الذئب. اقول لكم بقى معلومه لطيفه قوي، ان الفار الذئب ده ما بيتاثرش بالسم بتاع العقارب، يعني لو عقرب قرصه مش هيتاثر بالسم، بالعكس السموم دي بتسكن الالم بتاعه، يعني ما بتاثرش حتى بسم الفئران، وبتقوم بتسكين الامه. وده اللي جعل الفار ده ماده خصبه الحقيقه للعلماء لاجل دراسه تفاعل الجهاز العصبي بتاعه مع السموم. جدير بالذكر بقى والغريب ايضا ان الفئران دي عندها حاسه شم اقوى من الكلاب. الفار اللي انتم شايفينه ده الذئب ده دفع منظمه المجتمع المدني البلجيكيه اي بوبو في منطقه مروجور بتدريب الفئران دي من اول ما تتولد كده عشان تكتشف الالغام الارضيه، طبعا بدل الكلاب، مستغلين الفئران حجمها صغير جدا، حاسه الشم عندها قويه جدا، وممكن تمكنهم بالفعل ان هم يكتشفوا الالغام. طيب نروح ل ده كان اخر خبر معانا في فقرتنا الاخباريه، ونروح بقى لتقرير قبل ما نروح لمجموعه من التقارير قبل ما نروح لفقرتنا الرئيسيه. وفي ظل محاربة الدولة لفيروس سي، عشان تكون مصر خالية تماما من هذا المرض، قامت مديرية الصحة بشمال سيناء بعمل حملة للمسح الطبي لأهالي شمال سيناء تحت رعاية السيد الوزير محافظ شمال سيناء، وبتستمر الحملة دي لمدة أسبوعين بمستشفى العريش العام في وجود مدير عام الصحة ومديري الإدارات الصحية بالمحافظة. من سيناء خطة الدولة محاربة فيروس سي، وعشان كده مديرية الصحة بشمال سيناء عملت مسح طبي شامل لأهالي شمال سيناء للكشف عن فيروس سي، ونقول للكل سارع في الكشف، وكل شيء مجانا في مستشفى العريش العام. الفكرة كانت فكرة السيد رئيس من فترة بالنسبة لعلاج كل مرضى الفيروس سي على مستوى الجمهورية بالكامل، واحنا بدأنا بقالنا أكثر من سنة سوا وزارة الصحة بفحص جميع العاملين في وزارة الصحة والمرضى القادمين للمستشفيات، المرضى القادمين في المستشفيات اللي هم بيتحجزوا في المستشفيات. بالفعل احنا في شمال سيناء وفي كل محافظات الجمهوريه تم الموضوع دوت، لكن حاليا دلوقتي التوجه اكتر للمواطن العادي اللي هو عايزين نطمن على صحته. بدأنا بإذن الله النهارده بدء المسح الطبي لفيروس سي. المسح الطبي لفيروس سي هيبقى من سن 18 سنة، كل يوم احنا متواجدين من الساعة 8 للساعة 2. محافظة شمال سيناء كان ليها دور فعال ودور جيد جدا في خطة البحث بتاعت فيروس سي. احنا أنشأنا مركز علاج الفيروسات الكبدية في أعياد احتفالات سيناء، والحمد لله دلوقتي قدرنا ان احنا نشغل المركز. يتوفر في المركز العلاج بتاع فيروس سي، ويتوفر كمان الان تحليل البي سي ار. احنا بنعمل مسح شامل لابناء الاهالي شمال سيناء، والخدمه متاحه لجميع ابناء شمال سيناء، والخدمه مقدمه بالمجان تماما دون اي مصاريف على المريض. طرح عظيم جدا ان احنا بنحاول ان احنا نساعد المواطنين وبنساعد المرضى في اكتشاف مراحل تطور العلاج معهم. تاني حاجة بنساعد المواطنين ان هو يقدر يكتشف المرض اذا كان متأخر او متقدم، بحيث ان هو نقدر نساعده. كل رائدة ريفية عندي مسؤولة عن 300 أسرة، فمفروض ان هي بتلف على بيوت 300 أسرة ديت، فبتعرفهم بميعاد الحملة وان هم اصل الحملة يعني هتواصل يوم 16/1 لمدة 14 يوم، وان هي بالمجان والعلاج هيبقى مجان، فهما نزلوا عملوا توعية الموضوع ده. دورنا قبل الحملة كنا بنمر يعني غالبا على المدارس في فترة الشتاء ديت، يعني عندنا يومين في الأسبوع من المدارس من أول ابتدائي لثانوي لتجاري لصنايع، بنتكلمهم ونوعيهم بالنسبة عن فيروس سي وعن أمراض تانية معدية، عن فيروسات تانية، بس هو فيروس سي كنا مركزين عليه جداً.
وتتوالى الفحوصات، بعد فحص امراض الثدي النهارده فحوصات فيروس سي. منظومه الصحه في شمال سيناء في الطريق الصحيح، ربنا يشفي كل مريض. شيرين طبراني، صباح دريم، شمال سيناء. مثل هذا اليوم عام 2013 رحل عنا عالمنا الفنان المصري الكوميدي وحيد سيف إثر إصابته بأزمة قلبية. الحقيقة وحيد سيف كان ليه طابع مميز جدا في الكوميديا، بيعتمد على الأداء الحركي والصوتي، ومصاحب دايما بتعليقات ساخرة وجمل كوميدية على قد ما هي بسيطة جدا ولكن كانت الحقيقة مؤثرة. اشتهر طبعا من خلال أفلام عديدة، أبو العربي، عايز حقي، علي سبايسي، أفلام كتير جدا، مسرحيات ربنا يخلي جمعة، وشارع محمد علي، دول عصابة يا بابا، وهلو كايرو. من أشهر برضو أدواره في السينما كان في فيلم 4-2-4 والمال والبنون، وسامحوني ما كانش قصدي، رحلة السيدة أبو العيلة، ورمضان فوق البركان. كان الحقيقة عمل أعمال فنية عديدة. تألق وحيد سيف في الكوميديا بشكل كبير جدا لأنه كان الحقيقة عنده أسلوب مميز وأسلوب ساخر، ولكن ساخر بشكل الحقيقة يعني واضح أنه كان موهبة جدا عند وحيد سيف. رحم الله هذا الفنان. وأسرة صباح دريم ويك أند بتقدم البروفايل ده إيمانا مننا بأن هذا الفنان رحل بالفعل عن عالمنا ولكن باقي بأعماله الكوميدية الجميلة. أشهر نجوم الكوميديا في مصر تتميز أدواره بخفة الظل الواضحة، إنه الفنان وحيد سيف. أنا أغيب زي ما أنا عايز يا هموش، أنا ما بغيب، ما بغيبش كده أنت، أنا بغيب عشان أفنن، عشان أرسم، عشان أخطط، أنا شغلتي شغلة مزاج يا أستاذ، مش لعبة. إيه اسمه الحقيقي؟ مصطفى سيد أحمد سيف، ولد في 20 من مارس عام 1939 بالإسكندرية، زوجته الفنانة ألفت سكر. لو حد سأل عليا في التليفون قولهم في الحمام، انا حنق شويه. مش معنى في الحمام فنان، الله، هم الفنانين كبار كده، اي فنان كبير يسالوا عليه في البيت يقولوا في الحمام. الاستاذ فين؟ في الحمام. فين الاستاذ؟ في الحمام. انا في الحمام. في الحمام بيعملوا ايه في الحمام؟ عشان يشربوا القهوه على الريحه. تألق في العمل المسرحي والتلفزيوني، له عدة مسرحيات أهمها دول عصابة يابا مع الفنان محمد نجم، ومسرحية قشطة وعسل، وشارع محمد علي مع الفنان فريد شوقي. ده احنا في الحضيض والله، حضيض وزميخ. هازر ورانا ايه؟ ورانا ايه؟ ورانا نجوم في هذا الدور. ده انت من الهوى دبن. دبن عبد العزيز. قدم مسلسلات ناجحة منها سامحوني ما كانش قصدي، الحلم والوهم، المال والبنون. أنا كان عندي واحد امبارح في المحل قاعد من السعودية، قاعد على كرسي كده على البيست أنا قدام الجمبز، واخد بالك؟ شفته، عرفت إنه سعودي، قلت له إيه رأيك؟ أنتوا عندكوا طبلة في السعودية؟ هو من الرياض. قال لي طبلة يا مايسترو؟ هو قال لي مايسترو؟ ما عندكش فكرة. رحت ناكد شعري، مايسترو بقى، قلت له عندكم طبلة؟ قال لي لا، ده احنا عندنا النخلة لو اتهزت نقطعها. بنات عمري، توتو بجامة، وحكايات عائلية. تعبت من السلم ولا ايه؟ تعبت ايه؟ تقول ايه تعبت؟ ده انا معتمد على صحتك. لا اعتمد على صحتك الحمد لله، ربنا يكرم، ربنا ربنا ما تمسكي كويس، ربنا ربنا يكرمنا ان شاء الله. مع بعض ان شاء الله. ومن ابرز افلامه السكرية، الحفيد، عايز الصدر. أريد حلا، الكرنك، شلة الأنس، عايز حقي. رشا هانم، إذا كنت ساعتك عايزة تخلعي جوزك بجد، مفيش غير ده ودي، هما اللي هيخلعوه، دول يخلعوا الأسد من مراته. علي سبايسي، سيد العاطفي، السيد أبو عربي. بقى الولا أبو العربي يلف بيك في الشوارع 10 سنين. تعالي. أنا والسيد بنحب بعض وهنتجوز. أنا جثتي، أنا هجوزك أي كلب.
لكن الواد ابو العربي ده لا. حرام عليك يا زغلول. اخراسي اخراسي انت خالص، ما تتكلميش. والله وعرفت طب بنتك يا ام مهجه، ان ولا واقف في وسط الشارع في وسط الخل ويقول لي بعلو صوته انا هريها بوس. وبالرغم من انه لم يقم باي بطوله مطلقه في حياته، الا انه نجح في ان يترك انطباعا قويا عند متابعيه، وان يحفر اسمه في اذهان المعجبين والمعجبات، الى ان جاء مثل هذا اليوم عام 2013 واعلن وفاة الكوميديان وحيد سيف عن عمر يناهز 79 عاما. ايه رايك في قرار الخلع الغيابي؟ وحش طبعا. شايف بيأثر ازاي على الزوج والاسره؟ بيدمر الزوج طبعا، بيدمر الاسره، وخصوصا لو في اولاد. لا طبعا ما ينفعش الخلع الغيابي كده، يبقى نص ستات مصر هتخلع جوازها. فلازم يكون في قانون ان الزوج يبقى عالم بموضوع الخلع. ايه رايك في قرار الخلع الغيابي؟ والله انا مش مقتنع بيه بصراحه. حضرتك شايف ده بيأثر ازاي على نفسيه الزوج والاسره؟ لا طبعا الاسره بتتدمر، لان هو اساسا اي طفل ما بيترباش ما بين ابوه وامه بيطلع مش طبيعي، بيطلع مش طبيعي وبيبقى متدمر. يعني عادي بقى، المفروض ما يبقاش اساسا خلع قصه خلع. لا الست لما تطلب ان هي طلاق خلاص تطلق. لا مش منطق طبعا، مش منطق. ازاي اتخلع غيابي؟ ازاي يعني انا ابقى في شغلي ولا في اي حته لنفسي اتخلعت خدت بالرجل؟ لا لا شور مش منطق. ده ما بيأثرش على الزوج بس، وبيأثر على الأسرة بأكملها، وبعدين بيهد الكيان، وبعدين دي تعتبر خيانة عظمى منها. مش صحيح طبعا، لأن بيبقى في أسباب كتير ممكن يتصلحوا تاني يرجعوا، في وجهات نظر بتبقى مختلفة، يعني ما بيبقوش قادرين يوصلوا. ممكن في الحالة دي الوسيط يقدر إن هو يحل المشكلة دي ويبسط الأمور ما بين الاتنين وبعض. يعني أنا من رأيي مش صح، يعني إنه يتحكم في غياب الراجل. لازم اول حاجه يعني نختاره، محكمه تختاره ان هو في مثلا قرار خلع يعني ضده والكلام ده كله، وهو من حقه ان هو برضه يعترض او يوافق على الموضوع دوت. لازم يمثله امام المحكمه، لان دي احوال شخصيه وبتهم الطرفين، فما نقدرش نبت فيها غير بوجود الايه الطرفين، حتى لو الزوج يبقى لازم برضه انه يعرف الزوج. تمام، الزوجه برضه يبقى لازم يعرف الزوج. لما الست بتغلب من الراجل في المعاملة بتاعته، هم عملوا القانون الخلع ده عشان يريح الست. اعتقد انه بيدمر الاسرة. مش معقولة يعني كل زوجة تتدائم من جوزها او يحصل خلاف بينهم وتروح تخلعه. لا يعني حتى مفروض ان هي الزوجة بتاع ربنا في الزوج، ان هو اذا كان مخطئ او حاجة، في اخطاء ممكن تغفرها له، في اخطاء ما تقدرش تغفرها له زي الخيانة الزوجية. اعتقد ان هي عندها حق ان هي تعمل حتى خلع يعني. تابعنا معاكم طبعا مشاهدينا بعض اراء الساده المواطنين في موضوع الخلع الغيابي. هم يعني الرجاله مش موافقين طبعا عليه. في مقابل الخلع الغيابي ده عندنا حاجه اسمها طلاق غيابي، كان بقى له سنين جدا كتيره جدا. يعني ايه؟ يعني هي برضو بتبقى قاعده في البيت وفجاه تلاقي زي ما قلت لكم كده في الاول واحد يخبط عليها، اتفضلي ورقه الطلاق. ليه يا عم؟ ما كان في مشاكل. طب انت ما قلتليش ليه كده؟ هو العكس دلوقتي بيحصل. الكلام ده حقيقي؟ يعني فعلا خلع يعتد به حقيقي ولا لا؟ السيدة الفاضلة اللي اتكلمت وقالت طالما هي قالت له انا مش عايزة اعيش معاك، هو ليه يعني ايه اللي يجبره ان هو يعيش برضو مع واحدة هي مش عايزة تعيش معاه؟ ده برضو دي برضو علامة استفهام. اذا كان هو حاول مرة واثنين وثلاثة، او هم حاولوا، او زي ما الرجل الفاضل تفضل وقال في التقرير ان هم حاولوا، كان في وسيط والوسيط ده اتكلم وحاول الاصلاح ومنفعش الاصلاح، هنعمل ايه؟ هتقول له طلقني؟ هيقول لها لا هتخلعه. بس هنا السؤال، هي ليه ما بتقولش ان هي هتخلعه؟ ليه راحت خلعته غيابي؟ هل في مشاكل بقى مترتبه؟ وانا ما بحبش اعمم حاله او تصرف على كل الحالات، لان كل بيت وكل اتنين بيبقى ليهم طبيعه خاصه. كل اتنين كل واحد فيهم لما بيلجا لده، مفيش حاجه اسمها واحد صح وواحد غلط. خلينا نتفق قبل ما نبتدي كلامنا ان اي خلاف في الدنيا بيبقى الاتنين في عندهم نسبه خطا.
طيب هنعرف الموضوع ده من كل جوانبه مشاهدينا، وخلونا نبدا في الموضوع على طول ونرحب بضيوفنا الاعزاء اللي منورينا في الاستوديو، الاستاذ الدكتور محمد المهدي استشاري الطب النفسي بجامعه الازهر. اهلا بيك يا دكتور. اهلا بيك. اهلا وسهلا بيك. برحب بالاستاذ عصام عجاج المحامي بالنقطه الدستوريه العليا. اهلا بيك يا استاذ عصام. اهلا بيك يا فندم. برحب بكاتب الصحفي استاذ حسين متولي ومؤلف كتاب اعلان امريكاني. اهلا بيك يا استاذ حسين. صباح امريكاني يا استاذ. صباح امريكاني. لا ده مش صباح امريكاني، خليك انت في الاعلام بتاعك. لا مش صباح امريكاني خالص. طيب بنرحب كمان بالاستاذ محمد فاروق احد الحالات، هيحكي لنا قصته برده واللي تم معاه. اهلا بيك يا استاذ محمد. اهلا بيك. صباح الخير. صباح النور. طيب دكتور محمد خلينا كده نبدا بحضرتك، وعايز اعرف يعني الموضوع ده عباره عن ايه. يعني انا وصلت للنقطه دي ازاي؟ المشكله النفسيه داخل البيت ما بيني وما بين زوجي وصلت لده ان انا رحت اخلعه من وراه، انا ايه يعني وصلت لايه؟ هو السؤال ده مهم. هو ليه غيابي؟ ليه غيابي ممكن تخلعه بشكل طبيعي؟ يعني هو الخلع الغيابي بقى له دلالات ان هو نوع من رد اهانه او رد نوع إهانة. من العدوان المقابل، انه هخلعك من غير ما تعرف، يعني هخلعك على سهوه، هخلعك غدر. ف يعني حالات يعني ده رد فعل من الست، رد الاهانة. ان انت عملت من ورايا حاجات كتير. رحت اتجوزت عرفي من ورايا، رحت مش عارف صاحبت واحده من ورايا، خنتني مش عارف بقالك كام سنه. فبيبقى يعني نوع من رد الاهانه او رد الغدر او رغبه في الانتقام او الثأر لاي سبب من الاسباب. انت قلتي كل حاله بيبقى ليها السيناريو الخاص بتاعها، لكن هو ده بيبقى فيه جزء عدواني، مش مجرد ان هي عايزه يعني تخلص من الجوازه وخلاص، لا تخلص وتضربه قلم. فهو هنا ده بس لو الخلع العادي هي بتبقى عايزه تخلص وخلاص، يعني ممكن تتنازل عن كل الحقوق بس تخلص منه وبتمشي بطريقه بتمشي يعني معروفه، وبتقول له قانونيه وبتتفاوض معاه قبلها، بتطلب منه الطلاق الاول، ما رضيش بالطلاق بتقول له يعني، او بتروح تعمل الاجراءات بقى اللي احنا عارفينها. بس هنا ده الدلاله، والدلاله دي مهمه، وزياده الخلع الغيابي بتشاور على ده، بتشاور على انه فيه رجاله بيغيب عنهم الحس الانساني السليم، ان هو يفضل يعني يقهر واحده عايزه مش طايقه تعيش معاه، اما ان هو عايز يضغط عليها علشان تتنازل عن حقوقها، فيبقى الموضوع بالنسبه له صفقه فياخد اللي يقدر عليه. وفي واحد تاني بيقول لا انا مش انت اللي تطلبي الطلاق، انا بطلقك بمزاجي كرامته. احساس بالكرامه او بجرح الكرامه لو هي خلعته، يبقى اسمه المخلوع. فدي بالنسبه له في المجتمع وصمه او سبه، وبتعمل له مشكله حتى في الجواز، بيجي يروح يتقدم لحد فبيعرفوا ان هو مخلوع. طب يا دكتور ما هي واحده بتطلق، معلش ما يقولك دي مطلقه يعني برضو مطلقه لحاجه وحشه زي اقل سبه من المخلوع. والله المخلوع بس المخلوع معناها ان واحد ما كانش عنده دم، ان واحد كانت واحده كارهاه ومش طايقاه وكان مصمم انها تعيش معاه، اما انه كان اناني وبيحبها وما دام هو بيحبها ما يهمش هي عايزه ايه. هي قبلها ولا مش قبلها مش مشكله، المهم ان هو عايز. وفشل في الاصلاح، يعني فشل في اقناعها بانها تكمل معاه. وبعدين استغل سلطته كراجل ان هو يعني يخليها معلقه لفتره شهر شهرين سنه سنتين، لحد ما اضطرت هي لاجراء قانوني علشان تنفد بجلدها منه. فكل ده بيخلي فيه صبه حوالين او وصمه حوالين المخلوع. بس برضه في وصمه حوالين الخلعه، اللي بتخلع برضه في وصمه اجتماعيه انها ست قويه، ست مفتريه، ست قادره، ست مسترجله، مستعجله كده ازاي، مستعجله انها كانت بتحب حد وعايزه تخلص من الراجل ده عشان تدخل في الجوازه الثانيه، بيدخل لها يعني برضو يعني وصمات كده. طيب اذا احنا هنا بنتكلم في يعني دلالات كرد الاهانه، كالثأر، كان الست دي مش بس فعلا زي ما دكتور محمد بيقول عايزه تخلع، لا هي عايزه تخلع وعايزه تديله على دماغه في نفس الوقت. طب هو استاذ عصام الخلع ده، خلع ده قانوني كده ان هي تخلعه غيابي؟ بسم الله الرحمن الرحيم. انا بس هتكلم جزئيه الخلع الغيابي او الخلع الحضوري. انا عندي الاثنين بيستوى مع يعني انا شايف ان 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 حلقتنا على ان الخلع الغيابي ضطامه كبرى، الاثنين بيستووا في الواقع العملي عند المحاكم. واقول لحضرتك ازاي بقى ازاي. انا عندي طلاق الاول، قبل ما اتكلم مش عايزين نساوي الطلاق الغيابي بالخلع الغيابي خالص، لان الطلاق الغيابي
الزوجة لا تضار بشيء. الطلاق الغيابي بيحفظ لها حقها في النفقة، نفقة العدة، نفقة المتعة، كل نفقات لا تضار قانونا، لا تضار قانونا، بس بتضار نفسيا. لا مش ما هو الطلاق عموما لو احنا اتكلمنا عليه في ضرر نفسي، انا بتكلم على الاضرار المادية. الاضرار المادية الطلاق لما يبقى حضوري، الطلاق انا بتكلم على الطلاق مش على الخلع، الطلاق لما يبقى حضوري بيبقى المصلحة للزوج وليس للزوجة. ليه؟ لانه بيجي قدام المأذون، بيبقى غالبا الطلاق على الابراء. هو بيجيب الزوجه ليه قدام المأذون؟ عشان تبريه من نفقاتها ومستحقاتها الشرعيه. لكن الطلاق الغيابي بالعكس، ده الزوج اللي بيطلق غيابي. بعض الستات وكتير، اهلا وسهلا انك انت طلقتني غيابي، انا هاخد نفقه عدتي ومتعتي ومؤخر صدائي وقايمه المنقولات، لن تضر بشيء. طب الخلع؟ الخلع بقى، الخلع بيستوي الاثنين قدام المحكمه. هقول ليه؟ ليه الخلع الغيابي ده؟ معناه ان الزوج لم يعلم. هي بتتقدم بطلب لمكتب التسويه وبتقول ان انا عايزه اتخلع، وبتحط عنوان غير عنوان الزوج، وغالبا يما عنوان امه، عنوان ابوه، عنوان عندها هي، عنوان البيت. وغالبا ممكن تكون في خلافات زوجيه تكون مستحصله قبليها على حكم مشاركه او حيازه مشاركه بينها وبين الزوج. الزوج في مشاكل بينهم وبين بعض، سايب البيت، بترفع الدعوه بتاعتها زي ما الاستاذ حسين كتب في كتابه اللي هو عامله بالنسبه للاعلان الامريكاني. بيتم ده بالتدليس مع بعض المحضرين ذو النفوس الضعيفه. بمعنى المحضر مش هيزور، هو هيروح هيقول لقيت المسكن مغلق، او هيلاقيها هي اللي بتستلم الاعلان. وهي عشان تضرب حته الناس استلمت الاعلان، ازاي تكون رافعه الدعوه وهي استلمت الاعلان، بتقول له روح قول ان المسكن مغلق. بيعلن الزوج عن طريق الاسم، يحط له ورقه في الاسم. ما فيش اعلان بيتم ليه، بيتم الاعلانات وهكذا. اذا كان الحكمين نفس القصه، اعاده الاعلان بتتم على نفس العنوان، الزوج ما بيعرفش حاجه خالص، بيفوجئ بحكم الخلع. تمام؟ طيب تمام. الخلع ده ايه الغرض؟ الزوجه انها لجأت للخلع، او انها عايزه اقول تحايلت مع بعض النفوس الضعيفه. مش لجأت للخلع بقى، خلينا نقول لجأت للخلع الغيابي. الغيابي، ما انا بقول اهو. ليه لجأت للخلع الغيابي؟ ما انت عندك الخلع الحضوري، هتتخلع هتتخلعي. بالظبط. ليه بقى خلع غيابي؟ ما انا هقول لحضرتك مده اطول. ليه؟ عشان الزوج ما يقدرش يثبت مقدم الصداق، لان الزوج ممكن يجي قدام المحكمه ويقول ده هي عرضت لي الجنيه اللي مكتوب، او المهر المسمى اللي مكتوب في العقد. يعني ده ممكن ما يكونش نفسي بس، دي حاجه ليها علاقه بالماده بقى كمان. طبعا طبعا. فبتيجي الزوج يقول ايه؟ يقول والله ده عرضت لي مقدم الصداق اللي هو الجنيه اللي موجود في القسيمه. لا انا ما دفعتش جنيه، انا دفعت 200,000 او دفعت 250,000 او جبت قيمه المنقولات كانت هي دي المهر اللي انا جبته لها، فازاي تعرض لي الجنيه فقط اللي هو اللي موجود؟ المحكمه هنا هي في الغيابي بقى بتبقى طرد اللي هو جنيه. ما هو ما فيش، هو مش موجود، مش موجود، هو يعرض اللي موجود في القسيمه وخلاص. فالمحكمه، المحكمه لما يكون هو الزوج موجود في الخلع بقى اللي احنا بنقول عليه الحضوري موجود، وبيقول هذا الكلام للمحكمه، المحكمه ساعات بتستجيب، وانا اقول ساعات بتستجيب، انها بتحيل الدعوه للتحقيق لاثبات سريه المقدم اللي موجود في القسيمه. بمعنى انها بتقول، عشان الساده المشاهدين يبقوا فاهمين، هات شهود يا استاذ، وانت هات شهودك عشان نشوف اذا كان فعلا انك انت خدت مهر غير اللي موجود في القسيمه ولا لا. إذا ثبت للمحكمة، المحكمة بتنبه عليها ادفعي له المهر، ادفعي له المهر، المهر بتاعي. تمام تمام. يبقى ده الجزء المادي من الموضوع، احنا كده فهمنا بس الشق نفسي وده الجزء المادي. في أسباب تانية. أكمل بقى الفكرة. أنا بقول ليه النهارده الواقع العملي، هي رفعت الدعوة وما تحايلتش، والقسيمة موجود فيها زي ما حضرتك ما قلت لحضرتك الجنيه، تيجي قدام المحكمة. الواقع العملي اللي احنا تعرفنا عليه وإن احنا عاشرناه في المحاكم، ان المحكمه في امور عايز اقول ضئيله تكاد لا تذكر، انها بتحيل الدعوه للتحقيق. ولو احالتها للتحقيق، الزوج صعب انه يثبت ان هو دفع المقدم الحقيقي او المهر الحقيقي قد ايه، ومن ثم بيقضى لها بالخلع. فبالنسبه لها بيستوي سواء خلع غيابي او خلع حضوري في الحالتين. طيب هاجي لكم حالا، بس معانا تليفون نبتدي بس نسمع الناس. معايا ابراهيم من الدقهليه. الو، خير عليكم جميعا. صباح الفل، اتفضل. والله من حلقه جميله الى حلقه اجمل، والله العظيم كل الحلقات جميله جدا ومفيده لكل الافراد. الله يخليك يا فندم. وخصوصا ان انا استغل ان الاستاذ المحامي القدير مع حضرتكم واستشير واقول له كل فضل. اللي انت بتقوله ده حصل معايا شخصيا، وانا جاي من السفر وسافرت تاني ورجعت نتيجه لخلاف مادي بيني وبين زوجتي
وفاجئ بعدة قضايا مرفوعة من 5-8 إلى الآن وأنا ما أعرفش. هو بيقول بالتحايل، المحامي تعب يتحايل مع محضرين وما بيدهمش، ما بيوصلنيش إعلان ولا نقطة الشرطة بتوصل لي إعلان. طيب أنت قلت بنفسك أنا إزاي أشتكي وأثبت إن أنا ما جاليش إعلان، وفاجئ بالقضايا يحكم فيها عشان أنا ما أثبتش إن أنا كنت مسافر، ما أثبتش إن أنا دخلي كذا. طب أنا أعمل إيه؟ أستاذ إبراهيم، هي خلعتك وأنت مسافر؟ انا كنت انا قعدت بسبب هذا الموضوع، قلت قضايا مرفوعه عليا وانا ما اعرفش، يبقى انا ممكن السجن. يعني انا دلوقتي عايز اعرف المحضرين دول نشتكيهم ازاي قانونا؟ نقطه شرطه سهرات القبلة اللي ما توصلش الاعلان وبياخدوا فلوس منها او محاميها، ازاي اشتكيهم؟ يا جماعه احنا فعلا بنتدمر، والله بنتدمر، بغض النظر عن كل القوانين الشخصيه ديت غير شرعيه ومخصصه لتدمير الرجل. رجاء انقذونا، ازاي ناخد حقنا؟ ازاي نقف قدام القاضي ونقول مستنداتنا هي كنت مسافر كنت معايا كذا؟ لا، كله غيابي. حتى كمان الخلع عايزين تعملوه غيابي، امال نعم هو اصلا كله غيابي. ازاي يا سياده المحامي المحترم فدني، ازاي اخد حقي واقف قدام القاضي واقول له مستنداتي اهي، ما يبقاش من طرف واحد وحكم من طرف واحد. تمام، شكرا استاذ ابراهيم. لو حابب حضرتك تتواصل بعد الهواء مع الاستاذ عصام ممكن تسيب رقمك لو حابب ان انت تقول له التفاصيل. معايا احمد من الشرقيه. ايوه صباح الخير. صباح النور، اتفضل يا فندم. انا بعترض على كلام دكتور محمد المهدي، لانه بيقول ان الخلع صب حق الرجل، ده مش حقيقي. لان انا بقول لحضرتك ان 90% من رجاله مصر اتخلعوا غيابي وخلعهم غير صحيح، نظرا لان الراجل ولا بياخد المهر اللي هو قدمه ولا بيبقى عارف بالموضوع، ولو عرف ما بياخدش اللي هو دفعه. ما فيش راجل في مصر اتجوز بنتي. هو معلش استاذ احمد، دقيقه واحده بس. هو الدكتور محمد المهدي ما قالش ان الخلع صبه، ان دي نظريه، هو قال ان المجتمع بيشوفه كده، قال ان الراجل وحش بشكل بوجهه نظر المجتمع. مش دي وجهه نظر المجتمع زي وجهه ثابت. نظر المجتمع ما هي في المطلقه ان هي حاجه مش كويسه، وده حاجه مش حقيقيه، دي مش نظريه خالص. ثابت ابن قيس يا فندم، تمام، النبي بعت له وقال له رد اليه حديقته، واخذ الحديقه وطلق الزوجه. ما كانش شكله وحش ولا كان في عنده مشكله. احنا بنتكلم فيه ان مصر دوله بتنفذ الخلع، والخلع حرام شرعا. الزوجه بتخلع الزوج خلع حرام شرعا؟ لا استنى يا احمد. فان خفتم الا يقيم حدود الله فلا جناح عليهما فيما افتدت به. يعني آية قرآنية صريحة جدا. وللأسف الشديد هو اللي بيقول الأستاذ أحمد، أنت عارفة يعني قانون الخلع ده فضل مستخبي لمدة طويلة، رغم أن الآية في القرآن الناس بتقرأها في المصحف لسنوات طويلة. فمش حرام خالص. لا هو مش حرام يا أستاذ، ومطبق في مصر ومطبق في السعودية. لا حضرتك بس عشان يا أستاذ ياسين، أنا بتحفظ بس ليه رد في الجزئية بتاعت حرام أو مش حرام. طب أحمد، لأنه ما يطبق غير الشرعي تماما، مش في الخلع بس بقى. لا في الخلع، لا انا بقول في بعد اذن حضرتك، يعني عشان اوضح للناس. لا يعني المبدا انه حلال، لكن الطريقه المبدا انه حلال، الطريقه تطبيق خلاف عليه. يا جماعه ما هو المبدا انه حلال مش هيبقى فيه خلع، هيبقى طلاق على الابراء. يا سيدة الفاضله، وقعت ثابت ابن قيس، الناس كل الائمه بلا استثناء، انا عندي سند شرعي لهذا الامر. واقول لحضرتك دكتور احمد كريم قال هذا الكلام، دكتور نصر الدين واصل لما عرض عليه مشروع الخلع سنه 2000 رفضه وقال انه هو غير مطابق للشريعه، هذا امر اخر. الامر الثالث الدكتور عبد الله الباجه، قانون الاحوال الشخصيه احنا اتعلمنا واحنا طلبه في الحقوق، لغايه دلوقتي بقى لنا 30 سنه شغالين في المحاكم على ما يقوله المستشار عبد الله الباجه اللي هو اكتر واحد كتب في قانون الاحوال الشخصيه. يجب ان يكون الزوج متراضي في الخلع، بمعنى لو الزوجه ردت مقدم الصداق الحقيقي مش اللي موجود في القسيمة الحقيقي والزوج ما وافقهاش على الخلع، يعتبر الخلع حرام شرعا. طيب. وما زلت بقوله بعتصم بهذا. ما في كل الحالات. طيب. ما بيوافقش يا استاذ عصام ولو تطلق، استاذ ما ترجعش للخلع، هو رافض الطلاق. انا ليا تعليق. طيب اتفضل. هو انا رايي ان مش رايي هو فعلا الخلع مش حرام، بدليل حادثه ثابت بن قيس. والايه قطعيه، مش حرام، ما قلتش مش حرام، والايه برضه قطعيه الدلاله، قطعيه الثبوت يا جماعه، الايه اكدت. انما تطبيق الموضوع نفسه هو اللي مش صح. بالظبط. ليه؟ لان اللي بيحصل ان الرسول عليه الصلاه والسلام
قال له دقى ثابت بن قيس يعني هو جابه وقال له ايه انت مديها ايه؟ قال له انا مديها حديقة. فقال لها ردي عليه حديقته وانت طلقها طلق. استاذ محمد استدراك اللي حضرتك بتقوله كان على سبيل النصح والارشاد، هو ما عذبوش ما سلبش ولايته في ايقاع الطلاق. طيب قال له طلقها. طيب نسمع بعض لو سمحتوا، اتفضل يا استاذ. فهو لما استدعاه ثبت ان هو دافع ليها حاجه المفروض هيستردها. انما لما يحصل خلع غيابي ده اللي احنا بنتكلم عليه هيثبت منين ان هو دافع لها حاجه او دافع لها او 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 او. طب انا هرجع لك عشان هتقول لنا بس اللي حصل معاك استاذ حسين. الكتاب انت اشمعنى بقى يعني اشمعنى عملت ده؟ وما انا مش عارفه بصراحه يعني، هل الكتاب ده لسه ما قريتوش، بس هل في قصص مختلفه ولا انت بتنتقد موضوع الاعلان الامريكاني ده؟ هو الحقيقه الكتاب اللي هو تحت الطبعه حاليا، ويمكن بيضاف ليه كمان قضايا كتير فيها غرائب ومواقف وطرائف من جوه محاكم الاسره نتيجه سوء تعامل مع قانون الاحوال الشخصيه بكل ثغراته. الكتاب نتج عن وجودي في تجربه شخصيه داخل محاكم الاسره من سنتين ونص حتى الان. قضيه تطليق هو اسمه تطليق المحكمه تطلق الزوجه، ما فيش حاجه اسمها يعني خلع بالمفهوم ده. حكم قضائي يصدر ضد حكمه المحكمه بتطليق فلانيه على المدعي عليه، طلقه بائنه للحكم للخلع والزمته بالاتعاب. فالمحكمه هي اللي بتطلق، مش حاجه اسمها يعني ست بتخلع راجل، ده مش موجود في القانون حتى. استاذ عصام يصحح لي يعني، الا انه عطفا على كلام كل الحضور، لما جينا كتبنا عقد جواز اتكتبت فيه ايه؟ سالنا المأذون سالنا احنا الاثنين. طبعا عقد الجواز مكتوب فيه ايه؟ مكتوب فيه سؤال صغير جدا وجهه المأذون لاحد الطرفين، العصمه في ايد مين؟ فتقال في ايد الزوج، وبالتالي ما هوش في ايد مين؟ ما هوش في ايد القاضي. لو احنا بنرد على القانون نفسه مش بنرد على القاضي، فالقانون حط العصمه اللي هي في عقد خاص اسمه عقد الزواج نقله لايد القاضي كده كويس. لكن فعليا ايه اللي بيجرى بقى؟ فعليا هو القانون بتاع المرافعات المواد من 9 ل 13 الخاصه بطرق الاعلان في الدعاوى كلها، ومن ضمنها دعاوى التطليق بالمخالعه، تتم عن طريق انه العصمه فعليا بتنتقل الى المحضر. المحضر اللي هو ايه؟ عنده استعداد يطلع اعلانات بهذا الشكل. دي صحيفه الدعوه اللي شغاله من شهر 9 2015 كده كويس. الجميل في الموضوع بقى ايه؟ الطلاق تم فيه 12 مارس 2016، تمام كده كويس. الدعوه شغاله من 9 2015، 6 7 شهور، تمام كده كويس. فيها 5 6 اعلانات، كل الاعلانات اللي مكتوبه في الدعوه امريكاني. ايه هي امريكاني بقى؟ البش محضر الجميل اللي هو بيوجه الحكم فعليا على الارض، كاتب لي فيها المسكن ايه؟ مغلق. كلام جميل. طب ايه يا جماعه الامضى اللي هنا؟ المأمور استلم. كل دي اختام رسميه. الصوره دي انا ما عرفتش احصل عليها رسميه غير امتى؟ غير اول امبارح بس، تمام. طيب. تعالي نتكلم نقول ايه بس. اديني فرصه لان احنا عايزين نشرح للمشاهدين، وعايزين نقول حتى للست اللي عايزه تروح تخلع بالطريقه دي تروح ازاي، نثقفها كده ونديها ايه؟ نديها نقول لها القانون بيخدمك ازاي لو انت ناويه تخلعي بهذه الطريقه كده كويس. الطريقه دي حضرتك نتج عنها ايه؟ نتج عنها انه الحكم طلع طلقه بائنه للخلع يعلم به الزوج مثلا في 22/9/2015، تمام. فاستخرج انا صوره منه واروح بيه لمين؟ لمصلحه الاحوال المدنيه. بالمناسبه يا دكتور انا برد عليك، انا اللي سجلت الوثيقه كمبيوتر وكتبت فيها نوع الطلاق خلع انا، وطلعت بطاقتي استلمتها من رئيس مصلحه الاحوال المدنيه شخصيا بعد ساعتين، يعني علمت بالحكم 22/9/2016، طلعت البطاقه 22/9/2016، تمام. اتفضلي دلوقتي زوجة، معلش وعندي نفس السؤال طبعا. اتفضلي. هي طلبت من حضرتك الطلاق مش كده؟ طبعا. طبعا. وراحت قبل كده بسنتين. وراحت قبل الواقعه دي بسنتين. اوكي، ورفعت قضيه طلاق، كلام جميل، بالمخالعه، وجات لي الدعوه على البيت فانعقدت الخصومه. هي خلعت على طول ولا طلبت الطلاق؟ يا فندم بعد اذنك بس يعني خليكي بس معايا واحده. في قضيتين اترفعوا عليا كده كويس، قضيه في 2014 وقضيه في 2015، رجعنا سنه بينهم، سنة فرق رجعنا بيهم لبعض. لما انعقدت الخصومة في القضية الأولانية إيه اللي جرى؟ فرحت قدام القاضي يا دكتور محمد فقلت له إيه؟ قلت له هي تخاف ألا تقيم حدود الله، وقمت مطلع له العقد ده اللي هو بتاع شقة سكنية اتكتبت بيه اسمها، كلام جميل. وقلت له إيه؟ قلت له هو تخاف ألا تقيم حدود الله بعد ما كتبت العقد ده بتاع الشقة باسمها؟
تمام؟ إيه اللي جرى؟ وقمت مطلع إيصالات أمانة لصالح ملك العقار، قلت له اتفضل تمام، المهر ماله، المهر والهبات بعد إذن حضرتك، لأن دي هي الواقعة الأساسية في الموضوع كله. تفضل. الستات اللي أحيانا يلجأوا لهذه الطريقة وراء الموضوع عدم رد مهور وهبات حقيقية كده كويس. فقلت قدام القاضي إيه؟ قدام القاضي إن أنا ليا سورية المهر ليا رجعهولي جنيه في الدعوة الأمريكاني، مالها الجنيه اللي مرجعهولي ده ما هوش مهر حقيقي، أنا سددت 8000 جنيه المؤخر في حياتي وامهرتها نصف دار بموجب هذه الإصالات الأمانة من فضلك. آه يعني رجع هالي اللي كان بيقولها الأستاذ بالظبط كده. طيب فإيه اللي جرى؟ لا بعد إذن حضرتك نقطة صغيرة بس عشان سماها معلش. فإيه اللي جرى؟ فالقاضي قام مسجل هذه الأمور إيه؟ في القضية تمام كده؟ راحت شطبتها راحت شطبتها لما انتقلنا للطريقة الأمريكية دي. إيه اللي جرى حضرتك؟ عنواني عنواني بس أستاذ سماها كلمة صغيرة جدا بيحصل مع الأزواج إيه؟ عنواني هو نفس عنوانها في البطاقة 3 شارع سعد ربيع نفس الحدوت. كلام جميل. ثانية واحدة بس مش أنا آسف بلاش التفاصيل الشخصية لو سمحت. إلا إنه لم ينتبه أي من أطراف إجراءات التقاضي لأنه عنواني هو نفس عنوانها رسميا. ده أول لقطة. اللقطة الثانية إيه هي؟ راحت أودعت مبلغ سوري اللي هو الجنيه. كلام جميل. والمحكمة حكمت وصدر ليها شهادة تروح بيها السجل المدني تطلع إيه؟ وثيقة الطلاق. كلام جميل. ده اللي بيحصل مع كل الناس. أنا عندي تساؤل صغير بقى مهم جدا يطرح على كل الناس، هو ويطرح على وزير العدل ويطرح على منظومة التقاضي سؤال صغير يا جماعة. هو أنا النهاردة لما ما استردتش مهري أو هباتي في قضية التطليق نتج عنه إيه؟ راحت خدت حكم قضائي بإلزامي بسداد نفقة بتاعت مسكن. يعني العيال قاعدين في شقة بتاعت مين؟ فلوس أبوهم. آه طبعا. طيب. بفلوس أبوهم. بيتأجر لهم إيه حضرتك؟ بموجب حكم قضائي. القضاء عمل إيه؟ طيب عارف حضرتك بقى الأدهى من كده إيه؟ أنا اشتكيت للنائب العام قلت له أنا مش عايز الطلاق ده أطعن عليه لأن أنا أستاذ عصام هيفسر ده. تنيش على سؤالي. تفضلي. ما جاوبتش على سؤالي. لما قالت لك ما طلقتهاش. كلام جميل لأن في حقوق بيننا المفروض إن هم راضيين يبقى رافضين يردوها. طيب. خدتي بال حضرتك بس عند النقطة دي. تفضلي تفضلي. أستاذ محمد. نفس السؤال. المدام عند حضرتك قالت لك أنا عايزة أطلق. لا. أمال إيه؟ راحت خلعت من باب للطاق. اللي حصل إن إحنا كنا مقيمين في بيت أهلها. أنا اتجوزت لمدة 20 سنة. 20 سنة. العشرين سنة إحنا قاعدين في بيت أهلها. كان في تدخل في حياتي الشخصية وتدخل في تربية الأولادي أهلها بيتدخلوا. بالضبط. ده شيء طبيعي. طالما إحنا قاعدين عندهم فأكيد بيتدخلوا. تمام. جيت أنا بقى حبيت أحط فاصل للمرحلة ديت إن أنا أنتقل في بيت تاني وأخد زوجتي وأولادي ونعيش كأسرة واحدة ما حدش يتدخل في حياتنا. تمام. هي وافقتك؟ لا. أنا مش هسيب بيت أهلي. اه طيب خلاص انا هروح اعيش في الشقه اللي انا خدتها وانت حضرتك عايزه تيجي على عيني وراسي مش عايزه تيجي خلاص انت حره زي ما انت عايزه تعيشي في المكان اللي انت حباه انا عايزه اعيش في المكان اللي انا حبه ادي مشكله والمفروض ان الزوجه بتتبع زوجها مش الزوج اللي بيتبع زوجته رحت قعدت في الشقه اللي انا خدتها على اساس اخد زوجتي واولادي يعيشوا معايا شهر شهرين ثلاثة أربعة لقيتها خلعت ما عرفتش ان هي خلعت الا بعد ما خلعت ولقيت الحكم واحد صاحبي كان في المحكمه وفي الاربع شهور دول ما كانش فيه اي وسائل اصلاح يا فندم ولادك انت ولادك قد ايه ولادها ما كلمنيش في التليفون ولادك انت قد ايه لا انا عندي اولاد كبار عندي بنت متزوجه وعندي ولد عنده 19 سنه طب ما كانوش بيتدخلوا الاولاد حاولوا يتدخلوا وانا كلمت الاولاد قالت لهم مالكوش دعوه هي خرجت الاولاد من القصه قالت الاولاد مالكوش دعوه يعني انت الاربع شهور انت قاطع معاها خالص مش اربع شهور هي احنا انفصلنا في شهر واحد الخلع كان في شهر 7 ما طلبتش الطلاق يا فندم ولا طلبت الطلاق ولا كلمتني ولا حد من أهلها كلموني ولا أي حد عمل لي أي حاجة فجأة قواضي وخلع طيب هاخد بالنسبة لنظرة المجتمع أنا عايز أرد برضو رد بسيط جدا بالنسبة لنظرة المجتمع فعلا زي ما الدكتور قال بيبص للراجل المخلوع إن هو السبب في الخلع وإن هو راجل مفتري وعمل فيها اللي ما يتعملش لحد ما خلعت وده حصل معايا لما أنا جيت أتزوج مراتي الجديدة فعلا اهلها كانوا خايفين مني جدا جدا لدرجه ان هم كانوا رافضين الزواج خالص وهم ناس يعني انا بصراحه ما شفتش احسن منهم بعد ما تزوجت زوجتي الجديده وشافوا معاشرتي معاها وشافوا معاملتي معاها دلوقتي بيقولوا لا الراجل ده احنا ما شفناش احسن منه هي نظره المجتمع مش نظره الدكتور محمد المهدي خالص واخد راي اسمع الناس دقيقه لو سمحت بس بحب اوضح ان الناس ماشي. لما جربوا الراجل ده عرفوا ان الراجل دوت فعلا راجل ممتاز وهو كل الكلام اللي بيتقال على الراجل اللي بيتخلع ده كلام مش صح
مش كله ما بعممش برضه يا استاذ معانا بعد كده ده جاي تحكي تجربتك الشخصيه وتجربه الاستاذ حسين. ماشي انا بحكي تجربتي انا بحكي على المفروض لا يستنى. العموم حاجه لا. تانية مش كل كل واحد فيه الدعوات الدعوات لعدم زواج المختلفه يا جماعه احنا جايين عشان نسمع الناس لو سمحتوا. يا رانيا رانيا السلام عليكم. عليكم السلام. صباح النور. صباح الخير يا استاذه نهى. صباح الفل. طب انت كلامكم كله جميل جدا. طب ايه رايكم بقى في الراجل اللي غصب عليا ان انا اخلعه عشان ما يدفعش اي حاجه من الحقوق الزوجيه ولا اي حاجه من الحقوق الشرعيه ولا اي حاجه، غصب عليا ان انا اروح اعمل له خلع عشان اتنازل عن كل مليم يخصه او يخصني. انا عايزه اعرف ايه رايك في الراجل ده. طب لحظه نسمعها بس. ايه يا رانيا؟ رانيا بصي، هو دلوقتي أيوة. زوجك غصب عليكي تخلعيه عشان ما يدفعش حاجه أيوة. صح؟ ايوه. هو كان عايز يطلقك عن كل حاجه. هو حضرتك انا ما كانش ليا. انت كنت عايزه تطلقي وهو قال لك خليها خلع. انا ما كنتش عايزه اتطلق. انا ما كانش ليا اهل خالص غير ام الله يرحمها بعد امي ما توفت بسنه بالظبط. هو شاف واحده ثانيه هتعيشوا عيشه احسن من اللي احنا عايشينها. المهم طلب مني ان انا اخلعه. احنا كان في مشاكل ما بيننا من الاول بعد ما امي ماتت على طول حصل ما بيننا مشاكل انا ما كنتش عارفه ايه سببها وهو عارف ان ما ليا اهل ولا ليا مكان وكنت جايبه منه بنتين غصب عليا ان اروح اخلعه في المحكمه عشان اتنازل عن كل احنا رصدين الحالات دي في الكتاب يا استاذه مها. تمام هرجع لك. طب يا رانيا بس كملي لو سمحت. اتفضلي يا رانيا. انا عشان اتنازل عن كل حقوقي وكل مليم ليا انا قلت له انا ماليش حد. طب سيب لي ولادي سيب لي البنات. راح قال لي لا 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 البنات ولا اي حاجه ولا قرش ولا عفش ولا اي حاجه في جماعه ولا اي كلام ده كله. وغصب عليا وراح وداني بنفسه لغايه المحكمه عشان اخلعه. هو اللي رفع القضيه باسمي عشان اخلعه وخلعته عشان ارتاح من الذل اللي هو كان معيشهولي. والمهم خد مني البنات وبعد ما انا اترميت في الشارع ثلاث ايام يا استاذه اقسم برب العزه ما كان ليا حد اروح ابات عنده ثلاث ايام بتاع عند السيده زينب. لما لقيت المتسولين بيتكتروا عليا عشان امشي في الغلط رحت لواحده زميلتي هو وجوزها شافوا لي اوضه اقعد فيها وشافوا لي شغل في مزرعه باليوميه عشان اشتغل واعيش بيها لوحدي. لما بناتي قعدوا معاه سنتين سابوه وطفشوا من مراته اللي اتجوزها اللي هو كان مفكرها حاجه وهي مش اي حاجه ربنا يديها على قد نيتها يا رب. ذلتهم وبتقرصهم وتضربهم وتعضهم وتذلتهم اكتر ذل سابوه وطفشوا وجوم عندي رفع عليا قضيه تاني. عشان ليه رفع عليك قضيه تاني ليه؟ عشان البنات عشان انا متنازله عنهم. لما هو قال لي اتنازلي عنهم انا اتنازلت عنهم عشان ما كانش ليا مكان انا عايش فيه. انا وافقت بالتنازل عشان ما كانش ليا اوضه حتى اعبرت فيها. كم بنت يا رانيا؟ كم بنت؟ كان بنتين اتنين وكانوا كبار وكنت سايباهم له واحده في سنه سته واحده في سنه رابعه وسبتهم له عشان انا ارحمهم من الذل اللي انا هشوفه بعد كده لان ما كنتش عارفه الدنيا معايا عامله ايه ولا هتعمل فيها ايه. سابوه جولي انا كنت بروح لزمايلهم عشان يبعتوهم عشان اشوفهم من وراه عشان هو كان مانحهم ان هم يشوفوني وانا اشوفهم. سابوه جولي لما مرتبهم. اسمعيني بس ما تعيطيش. رانيا انت محتاجه ايه دلوقتي اقدر اعمله لك؟ انا مش محتاجه حاجه. انا بنتك تتجوز وخليت جوزها خط ما يروح له عشان يعرفوا يعرفوا عشان يعرفوا. قولي لي محتاجه حاجه اقدر اعملها لك. انا مش عايزه حاجه يا استاذه مها. انا بقول لكم ايه رايكم في الراجل دوت. انا محتاجه. طب سيبي رقمك يا رانيا. ناخد رقم رانيا لو سمحتوا. خدنا رقم رانيا. طيب معايا احمد من القاهره. صباح الخير يا استاذه مها. صباح النور يا استاذ احمد. كل سنه وحضرتك طيبه وضيوفك طيب. الكرام. وانت طيب. نمره واحد بالنسبه للاستاذه اللي كانت بتتكلم الاستاذه رانيا. انا ممكن اسيب تليفوني عايز اتجوز بنتها اساعدها بكل اللي هي عايزاه. ربنا يخليك يا استاذ احمد. وهسيب تليفوني ويا ريت اتواصل مع الاستاذ المحامي لو يقدر يساعدها وعايز اي اتعاد ما فيش مشكله. تمام استاذ عصام. انا متطوع ليه استاذ عصام متطوع يعني واي دعم الم ليه احنا جاهزين يا استاذ مها. طب احنا كلنا يا رانيا هنا احنا خدنا رقمك وكلنا ضيوفي طبعا مشكورين والاستاذ احمد ممكن يساعدك في زواج بنتك وحمله تمرد قانون الاسره فيها سيدات داعمات ليها نفسيا وعلى مستوى الاعلامي والقانوني ايضا في هذا السؤال. رانيا يا ريت تتواصلي انا اتواصل معاكي حبيبتي بعد الهوا حاضر وان شاء الله خير باذن الله. اتفضل يا استاذ احمد. ان شاء الله. الحاجه الثانيه بقى عايز اقول بالنسبه للحكم الغيابي بتاع الطلاق يعني واحده راحت خلعت جزء غيابي. اللي انا اعرفه في القانون وكل الاستاذ عصام يعرفه ان الحكم الغيابي بمجرد
ان انا اعمل معارضه فيه لغي الحكم وكانه كان لم يكن. فهي لو خدت حكم بالطلاق معلش استاذ عصام بقى يرد في الحته دي واصبحت مطلقه يجب عليها ان هي ما تتجوزش تاني لان ده مش حكم طلاق نهائي. فانا بقى لو عملت معارضه وفي الحكم اتلغى الحكم اصبحت رجعت تاني لذمتي ولا ما رجعتش تاني لذمتي؟ يعني دي برضه الاستاذ عصام يفيدنا. استاذ عصام هو عايز في الخلع ما فيش الحكم ده سيادتك بيقول لك الخلع حكم يقع نهائي. بس حاجه صغيره عشان نصحح كلمه غياب معلش انا اسف معلش حكمت المحكمه ما كتبتش هنا غيابيا تمام لا توجد كلمه غيابي. القاضي بيعتبر ان المامور بمجرد ما مضى مكاني بالاستلام ان انا اعلنت. المشكله بقى في ايه حضرتك؟ لما اجي اقول للقضاء في النائب العام واقدم له بلاغين اقول له المامور بيقول لي ده مش متايد في دفتر سركي استلام الاعلانات بتاعه القضيه في الاسم ودي مش انضتي اروح اعمل بلاغ عشان خاطر اتهم محضرين بالتزوير البلاغ يتحفظ. طيب دي واحده فضل. بس عشان انت برضو ما ردتش عليا هتستنى انا جايه لك بس انا في شكلك منحازه بس انا مش منحازه خالص وانا ده انا كلمت انا زي ما بتكلم انا منحازه هنشوف دكتور محمد اسمع تعليقك على يعني هو انا بس كان في حاجه ناقصه انا كنت اتمنى من الاعداد ان هو كان يجيب عنصر نسائي في هذه الجلسه ويكون متساوي يعني مثلا جبت 2 رجاله يبقى في 2 ستات ويا ريت لو كانوا من اللي مروا بالتجربه لانه ده كان هيبقى فيها تليفونات مفتوحه كان هيبقى فيها عدل بس اللي في التليفون غير اللي قاعد في الاستديو بس احيانا للاسف يعني القضية. فانت حتى لو مثلتي المراه او دفعتي فهي مش بس عشان هي مش موجوده والله حاجه بس الناس بتيجي فعلا سيدات ما بترضاش ويعني ايه زي ما احنا يعني سمعنا من هو بس في خطا شائع انه المفروض الواحده اللي بتتخلع بتتنازل عن 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 كل حاجه حتى عن اولادها وده مش في القانون ده مش يعني مظبوط القانون ان هي تتنازل عن لكن ده بيحصل تحت الضغط انه علشان اطلقك بس مفيش تنازل عن الاولاد على فكره ما يعني عن حضانه حتى لو في تنازل عن الحضانه المحكمه ما بتاخدش بيه والاولاد لان الحضانه مقرره لمصلحه الاولاد بتشغله بقى تحت الضغط يعني لو اجبرت الزوجه على التنازل عن حضانه الاولاد حتى بوثيقه رسميه وسجلت هذا الاتفاق في الشرع العقاري لا يعتد به هو دوت اللي احنا بنقوله انا رايي انه في 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 قوانين مختلفه في قانون المحاكم اللي له يعني عناصر ماديه بيحكم بيها وده بنحترمه ونقدره طالما ان هو وضع كقانون واستند الى الشريعه اكيد في حصلت مناقشات كثيره هو الخلع ده مشروع ولا مش مشروع لكن انا بس باكد حاجه في بعض الناس بيقولوا انه القانون ده في مصر بس لا السعوديه فيها نفس القانون وحتى كان عندهم مشكله ان هم بيعملوا حاجه ولسه قاري الحكايه دي قريب بيعملوا حاجه زي اللي عندنا كده انه السعوديه رضا الزوج بعد اذن ساعتها مش غيابي بس مش غيابي ما هو الزوج مش هيرضى هو الخلق هو لو الزوج راضي كانت هتخلع عليه بدل طلاق الضرر يا جماعه ما هو لازم نبقى منطقيين منطقيين يعني اسمع يا جماعه لو سمحتوا الزوج غير راضي بالانفصال لاي سبب لا لسبب مادي يا لسبب عاطفي يا اي سبب فهنا لما بيكون في خلاف ما بين زوج وزوجه لولي الامر ان هو يتدخل ويحسم هذا الخلاف بما يحقق المصلحه للاسره من عظمه الاسلام انه فيه الطلاق وفيه الخلع ليه لانه لو اتنين عايشين مع بعض تحت سقف واحد بينهم كراهيه بينهم ضغينه بينهم رفض الجو بتاع الاسره بيبقى مسمم للطرفين للزوج وللزوج ومسمم للاولاد ايا كان بقى الزوج غلطان الزوجه غلطانه هما الاثنين غلطانين مش مشكله المهم انه في اثنين استحاله العشره بينهم بالظبط والايه اللي كانت بتقول ايه ومن اياته ان خلق لكم من انفسكم ازواجا لتسكنوا اليها وجعل إليه. بينكم موده ورحمه واحنا ما بنيجي نحكم نقول الاثنين دول يتجوزوا يتطلقوا ولا ما يتطلقوش بنشوف الثلاث اركان دول متحققين ولا لا في سكن بينهم ولا لا سواء سكن بقى في بيت الاهل ولا في بيت ثاني او في سكن بينهم ولا لا في موده بينهم ولا لا في رحمه بينهم ولا لا لو الثلاث عناصر دول او حتى عنصرين سقطوا دول الاثنين دول احسن ليهم ان هم ينفصلوا طب واحد ركب راسه نفضل بقى تحت رحمه اللي ركب راسه لا يبقى كده خلاص يبقى عشان كده يدخل ولي الامر وبعدين في قاعده هو ليه الخلع ما بيبقاش له استئناف ونقض زي القضايا الثانيه وانه خلاص بيبقى قرار نهائي لانه يعني بالسليقة الإنسانية والنفسية الطبيعية إنه واحدة كرهت تعيش مع واحد
هما بيسالوهاش ليه؟ يعني هو في الخلع، الخلع غير الطلاق للضرر، الطلاق للضرر لازم تثبت الخلع مش بيسالوها وتقعد ليه؟ وتقعد لا ما بتسال على فكره بتسال وجت في مره ما فيش مبررات ما حدش رد على رجاله في كلمه اخافوا الله في محضر للضرر اللي فيه ولا حد فسرها الطلاق للضرر الكلام ده اسمع الطلاق للضرر هو اللي تسالوها ليه تقول لهم اصله بيعمل كذا وبيساوي كذا امال في الخلع ليه الستات بيقولوا الستات بيقولوا برضو ناحيه نفسيه الست بتبقى عايزه كانها عايزه تقنع الناس اللي حواليها اهلها وفي محكمه الاسره بيودوهم لاخصائي نفسي او اخصائي اجتماعي يقعد وياهم عشان يحاولوا يوقفوا عمليه الطلاق او يعطلوها او يغيروا رايها او رايه او الخلع حتى فهي مش مطالبه بالمناسبه تقول بس هي بتقول ليه وكانها تبرئ صحتها انا مش ست مفتريه انا ما بفتريش انا ما بفتريش انا ده في كذا وكذا بس باخد المرور والهبات يعني بس من ناحيه قانونيه بص يا استاذ حسين اتفضلي اتفضلي هي اللي حصل ان انت الموضوع عندك شق مادي اللي اتكلم عليه الاستاذ عصام اللي انا برضو عايزه افهم برضو تعليقه ده شق مادي انا ما اقدر ان انا قانونا اتفادى الموضوع ده ما انا معلش برضو يا استاذ عصام عشان برضو الناس تقول لك الست تيجي ترد دلوقتي تيجي تتكلم يا جماعه انا قلت له مش عايزه اعيش معاك طلقني وهو ما بيطلقنيش اعمل ايه طب ممكن بس الخص ده في روشته صغيره جدا طيب الحاله بتاعت مدام رانيا دي موجوده موجوده كتير طبعا ورصدنا في الكتاب على حضرتك انا رصدت في الكتاب مش معاك الكتاب ليه هو تحت الطبقه لسه الواقع العملي الواقع العملي استنى انت مش هتمشي نار لا ده هيقوم عليك الدنيا طيب انا اسف اتفضل يا استاذ عصام وسيم يا جماعه علينا اهو القانون المشرع حد يعني النهارده حط لي اكتر من 10 اسباب للتطليق فرق بين الطلاق والتطليق التطليق اللي هو عن طريق القاضي اما الطلاق اللي هو شفاه من يملك العصمه من الزوج التطليق ادالي التطليق لغيبه الزوج التطليق لحبس الزوج التطليق للمرض التطليق للعنه التطليق للضرر اللي هو الضرب والسب والايذاء التطليق لعدم الانفاق التطليق للزوج من اخرى يا جماعه سؤال هو دلوقتي لو حاجه من كل الحاجات دي مش موجوده يبقى الطلاق ده باطل لا دي فرصه بس اوضح لحضرتك الطلاق الطلاق مش الخلع الطلاق لها ان تثبت لها الزوجه لها ان تثبت الضرر بشتى انواع الاثبات لو عملت محضر بشهود بمحضر شرطه محضر شرطه حكم نهائي كل الحاجات دي الزوج غير امين عليها كل الحاجات دي بتتبحث قدام المحكمه بتطلق ليه بتلجا للخلع عشان بس النهارده ارد بقى على الجزئيه بتاعت دكتور محمد بيقول ايه هو ليه خلوا الخلع نهائي ليه عشان خاطر ما الدكتور محمد بيقول ايه خلوا الخلع نهائي على اساس ان الزوجه النهارده ما بتقولش اسباب هي فعلا يكاد تكون ما بتقولش اسباب اخاف الله اقيم حدود الله لكن اللي انا عايز اقوله ايه هو الخلع يا جماعه شرعا قانون الاحوال الشخصيه سنه 25 نمنا وقمنا فجاه صحينا كده في الحلم سنة 2000 عشان نقول ان في حاجة اسمها خلع كل الناس عارفة ان ده بدون الاشارة الى احد سموه القانون السوزاني قانون سنة 2000 كان في موجة معينة في طفرة معينة ومجلس القوم الامومة وخلافه تعالى النهاردة نعمل حاجة اسمها الخلع طيب انا كزوجة هل معنى انا هرد بقى على كل اراء الناس اللي شايفانا والناس اللي هي بتقول مش من حق الزوج ان هو يفضل يتمسك بيا وانا مش عايزاه معاك اذا اثبتتي اذا ما قدرتيش تثبتي الطلاق للضرر بشتى انواع الطرق الاثبات وده صعب لان غالبا اللي بيشتم مراته او اللي بيضربها الغالب انا بقول الغالب مش كل الحالات بتتم داخل منزل الزوجيه طب وانا هثبت ازاي ما بقدرش اثبت انا قلت اهو اعمل ايه طيب انا جاي لحضرتك اهو لما اجي لك الخلع الجا للخلع اول حاجه يجب ان يكون هناك تراضي بين الاثنين على الخلع بمعنى انفذ نص القانون اروح اقول لجوزي هخلعك هيقول لي ماشي روحي اخلعيني مش هيقول لي كده اكمل الفكر اكيد طبعا اكمل الفكر احنا ساعات بنصطدم بحاجه ايه هي الزوجه مش قادره انها تتطلق لاثبات الضرر ومش قادره تخلع على اساس انا بقول اهو انها مش عارفه تقولك هتنازل عن كل شيء وفعلا في بعض الازواج بيعملوا كده بتبقى القضيه مرفوعه طلاق للضرر يقول لها اللي بقى خلع نعدلت طلباتها للخلع من اول جلسه بيقول انا موافق انا موافق لان هو الغرض الاساسي الباعث بالظبط بصدق طب الزوجه اللي هي لا قادره تثبت الضرر ما عندهاش شهود ولا قادره انها تروح للخلع عشان ما تتنازلش عن حقوقها
انت لو رفعت دعوة ضرر هعمل ايه؟ عندك الحل بقى. انت رفعت دعوة ضرر معايا، لو رفعت دعوة ضرر وما قدرتيش تثبت الضرر ثم اعدت رفع الدعوة ضرر باسباب اخرى، المحكمة بتقتنع ان في شقاق بينكم من بعض، رفعت الدعوة مرتين وبتحيلها للتحقيق وبتقضي لك بالطلاق. طيب انت وصلت لمرحلة عسيرة من انك انت مش عارفة تتطلقي، ما تجيش تقولي لي بقى ان انا ألجأ للخلع الغيابي او الخلع ان انا ما اقدمش مقدم الصداق الحقيقي عشان اقول ليه ده فرصة. وصلت المرحلة عسيرة. بص يا استاذة ما حضرتك سألتي الاستاذ حسين سؤال، سؤال ده رده مش هو ما جاوبش عليه. لا ما جاوبش وجاوب. ما جاوبش وانا اللي هجاوب عنه. انا اللي هجاوب عنه. لا لا خالص. لو كنت لا هو هيجاوب. لا 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 طب لا دي ده بس اسمحيلي استعدلك دلوقتي. طب اسمحيلي وخليه يكمل. اتفضل. بلا مبالغه. لو كل زوجه قالت لجوزها طلقني لهلجأ للخلع 80% من زوجات مصر اتطلقوا. لو الزوج وافق على الطلاق. دي فرصه. واحده بتصحى الصبح من باب الخلع تقول لي تعالى طلقني. دي فرصه. من غير ما خلينا في الواقع العملي يعني. لا لا مش كده. الواقع العملي الست اقرب كلمه على لسانها احنا في المحاكم. احنا في المطبخ وشايفين، وممكن تكون ايه متمسكه بجوزها بولادها بس الكلمه على لسانها كنوع من التهديد. انت عايزاه النهارده بتقولي له لو هي قالت لك طلقني ما طلقتهاش ليه؟ لا ده معروف. وهي ما قالتلكش طلقني. طب انا اقول لحضرتك على حاجه، طلاق للزوج الاخرى المشرع بيؤيد فكرة اللي أنا بقول عليها دي. طلاق للزوج من أخرى المشرع إدى للزوجة مهلة سنة تتروى فيها وإنها ترفع دعوة الطلاق على زوجها عشان تتزوج عليها. ليه؟ لأن عارف إن الفعالة اللي عندها ممكن تاني يوم تقول كنت عايز تطلق ولا لا، اهدي كده هو اتجوز عليكي معك سنة. طيب لغاية السنة دي ماشي. ده دليل على إيه؟ انا تتروى ان هي انا عايز اوضح حاجه. طيب. يا استاذه مها بس في ده تفضل. حضرتك لما انعقدت الخصومه بيننا امام قاضي تمام كده في دعوه سابقه وانا رحت تمام كده، سئلت السيده ريت تزوجتها يوما ما فسري كلمه. طب اتجوزت قد ايه؟ اتجوزنا من 2008 وانفصلنا فيه رسميا في 2016. يعني ايه رسميا؟ تمام رسميا يعني بالحكم اللي انا ايه ومن غير الحكم اللي كلام جميل كلام جميل. قعدنا فعليا لغايه 2013 لغايه ما اشترينا الشقه دي تمام كده اللي هي دلوقتي بيدفع فيها نفقه مسكن. كنت اشتريتها طبعا. طبعا ده على فكره خدي بال حضرتك رقم 60%. ده خناقه ولا جوازه يعني عشان انا لا 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 بس اولا بس انا عايز اقول لك حاجه صغيره. اولا انا كامل الاحترام لام الولاد تمام وارفع لاي امراه القبعه فيما يتعلق بحقها في انها تتطلق بكل الطرق. أوكي. لكن مش بالطرق اللي هي ايه انت مش عاجبك الطريقه. كلام جميل. دي اول لقطه. لا لحظه واحده بس لحظه واحده. الحاجه الثانيه الحقوق اللي بين الناس وبعضها تتهدر ليه وتتهدر ايه باحكام لا يكتب فيها كلمه غيابيا حتى ولا ينفع استأنف عليها. الخلل على فكره يا استاذه مها مشكلتنا مش مع الزوجات، مشكلتنا مع القانون، مشكلتنا مع دولة المحضرين اللي هي بتوجه الاحكام في الاخر. بالظبط. طيب. والله كان مره بالمناسبه انا عايز اقول لك حاجه صغيره انا في كتابي اذا كنت برصد احكام طيب. باعلانات امريكاني طالعه بالشكل طيب. ده رصدت زوجات معذبات داخل محاكم الاسره تمام كده ورصدت ايضا قضايا نفقات اللي فيها ازمه والرؤيه اللي بتحرم منها يعني الاباء. يعني انت الكتاب عندك فيه كل ما هو كان سؤالي طبعا طبعا انا عندي بس مشكله ان انا عايز اعرف الكتاب عندك محتواه ايه. محتواه ثلاث اجزاء بس ثلاث اجزاء. الاول هو قضايا التطليق بالمخالعه لما يعلمش بيها الازواج. اللقطه الثانيه النفقات وعذاب المراه فيها. اللقطه الثالثه قضايا الرؤيه اللي ما تتنفذش وللقانون حاطط حق الرؤيه في ايد الزوجه يعني. طيب انا هاخد عشان معلش الناس مستنيه والله بقالها كتير. معايا تامر. الو السلام عليكم. عليكم السلام يا تامر اتفضل. انا كلام لحضرتك استاذه مها والاستاذ الدكتور. دلوقتي انا قالت طلقني انت ايه؟ خدتها ورحت عند المأذون اهلها رجعوني تاني وعملنا قعده صلح. اوكي. دخلت عملت عمليه في عيني. وقال لي ربنا عوض عليك بسبب السكر في عينك. اترفعت قضيه انا كنت راح اطلقها. واخده بال حضرتك؟ ادي نقطه. النقطه الثانيه يا دكتور معلش حضرتك بتقول حد يدافع على الست فانت بتدافع عنهم كفايه يعني. ما هي الست دي اختنا وبنتنا طبعا وامنا احنا يا دكتور حربنا مع القانون عشان نبقى دكتور ولازم ندافع عنها. احنا حربنا يا دكتور على فكره ما معلش تعملوا الستات في القعده هنا على فكره ممكن تديني بس النساء خيرا ممكن بس عايز تقول حاجه يا استاذ محمد. انا عايز اقول ان احنا مش بنهاجم الستات او بنهاجم الطرف الثاني او ان هم محتاجين يدافعوا عن نفسهم. لا احنا بنقول هم في ليهم حق كتير جدا والقانون نفسه اداهم حقهم. يعني قانون الخلع احنا بنقول ان هي بتتنازل عن كل حاجه. لا هي ما بتتنازلش عن حاجه.
هي بس بتتنازل عن النفقه بتاعتها هي كمتعه. تمام. وكان انا عشان كده بقول كل حد ليه تجربه هي ما بتتنازلش عن حاجه. طيب تامر ما بتتنازلش عن حاجه. انا بس دقيقه واحده. طيب تامر لسه معانا ما كملش كلامه. معلش تامر معلش احنا اسفين معلش عشان الناس بتستنى بس كتير. معايا مين؟ احمد الو احمد محمد. ايوه محمد مدان. اتفضل يا محمد. السلام عليكم يا فندم. عليكم السلام. ازاي الدكتور الاستاذ عصام وازاي الاساتذه الموجودين كلهم؟ الله يخليك. اتفضل. انا سؤال موجه للدكتور اللي هو بتاع الشيخ الازهر اللي في الازهر. دكتور محمد سامعك. دكتور محمد المهدي. اتفضل. ازي حضرتك يا فندم؟ يا اهلا وسهلا. ازيك؟ انا عندي لحضرتك سؤال واحد بس. اتفضل. ايه الدليل في الدين او في نفسيه المراه ان هي تبقى معاها كل الحقوق دي في التطليق؟ انها تبقى معاها كل الحقوق في التطليق؟ في التطليق. هي معروفه انها قصات عقل ودين واكفرنا العاشر كل ده. ايه الدليل في حضرتك في الدين او في الشرع او في القانون؟ في ايه وفي في حديث. في ايه وفي حديث. في توازن. يبقى في توازن. لكن في شروط. ومن الناحيه النفسيه اي اتنين استحاله العشره بينهم ومش طايقين بعض ومش حابين بعض وكده مش محتاجين. طيب بقى ان هم يقدموا ادله وبراهين لانه الحياه دي بالتراضي. يا استاذ احمد الحياه دي بالتراضي ما تنفعش بالعافيه لانه بالعافيه بيبقى مسمم جو البيت. هي بتبقى عايزه تقول الكلمه بس ما تبقاش عايزه تتطلق. يعني بتقول بتاعت غضب انا هطلقني. تقعد تقول طلقني طلقني وهي مش قاصده الطلاق الحقيقه. هي بتقول أيوة يعني خد بالك مني احتويني رعاني اسمعني اي حاجه من دي. هنا في الحاله دي حضرتك بيتدخل مثلا محامي يروح يطلع على طول مجرد ما تقول طلاق. كمل يا محمد. عايز استات ماشينا امريكان. فهمني يا فندم. يعني في شيطان بيخش بقى في اللحظه دي. يعني انت مدي القوه الزياده دي للمراه عن الرجل. لا مش بندي قوه لحاجه. احنا عايزين نحافظ على البيت. احنا عايزين نحافظ على البيت بس. لا. لو استنفذنا كل الوسائل للحلول ووصلنا لهذه الدرجه. هو رقم 60 احنا بنطلب المخالفه. بنقعد نعمل محاولات كتيره جدا. القانون بيحاول يحافظ على البيت. يا استاذ الدكتور اتفضل. لا يعني ما بنديش الفرصه انها مجرد ما قالت انا عايز اتطلق تطلق على طول. لازم نعمل محاولات ومحاولات صلح وتوفيق بينهم. لكن لما تستنفذ كل المحاولات واستحاله العشره بينهم وفقد عناصر السكن والموده والرحمه بيبقى الحياه بينهم عذاب. ومش بس ضرر ليهم هما الاثنين لا ضرر كمان للولاد لانهم بيعيشوا في جو مسموم. جو كله عداء وكراهيه وغل وعداوه وعداوه مقابله وهكذا. فده بيبقى جو غير صحي تماما للاولاد. والواقع العملي يا استاذ محمد في المحاكم في ستات كتير مقهورين ولجأوا للخلع بالامانه. صحيح. لجأوا للخلع عشان يتنازلوا عن حقوقهم. باعث يعني هو طلقني ومش عايز اقول لك اشد انواع التنكيل بالزوجه ومش قادره تثبت اي حاجه بالنسبه لرفع الدعوه تطليق. يقول لا لا عايزه تتطلقي روحي اخلعيني او طلعي تطلقيني على الابراء. متحصل. يعني كتير بس بيحصل كده وبيحصل زي ما حصل هنا مع استاذ حسين. هو بس في نقطه عايز اقولها. فضل. يعني هما بيقولوا ايه في مقوله كده بتتقال بس مش مظبوطه قوي من الناحيه النفسيه والواقعيه انه لو ادوا حق الخلع للستات يعني ستات كتير بتتطلق. لو جينا نشوف عدد قضايا الخلع مقارنه بحالات الطلاق هنقول ارقام بسيطه جدا. 64% يا فندم في حاله طلاق كل 64% تجاوز الاحصاء. ثواني بس انا برد على كل دقيقتين في حاله الاولى في حاله خلع كل 7 ساعات. فمعنى كده ان الطلاق اكتر كتير. لا بعد اذن عليك الرقم كده مش مظبوط. يعني الاحصائيه دي الرقم كده مش مظبوط. ساعتك جهاز الاحصائيه بيجي يتكلم على وقائع الطلاق ككل على يا فندم. يعني هل الطلاق اكتر ولا الخلع؟ يا فندم بعد اذن عليك انا هنختلف حوالي الطلاق اللي هو الانفصال اكتر ولا الخلع؟ دقيقتين و40 ثانيه كل دقيقتين و40 ثانيه في وقعه انفصال رسمي اللي هو طلاق. هم ازاي تطليق ولا طلاق ده موضوع تاني. 64 ممكن اقول عباره بس عباره بسيطه اسمع راي القانون. طيب قبل ما نرجع على الناس على 4 مليون حاله طلاق. 4 مليون 3 مليون ونص حاله طلاق حتى 2010 حتى صدور قانون واحد سنه 2000 قانون الخلع. النهارده احنا عندنا 7.5 مليون حاله طلاق وخلع. 7.5 حاله. لا بس الخلع كام والطلاق كام؟ طيب بس الخلع كام والطلاق كام؟ لا اقول لك على حاجه. الخلع 64%. ثواني يا حسين اقول لك على حاجه من واقع شغلي. 64% ده في حاجه ثانيه اقول لك ايه هي. المحاكم جرت دلوقتي على القضاء للزوجه في التطليق بعد صدور قانون الخلع. تمام. عارف ليه؟ يقول له يعني ما معناها
ما هي كده كده هتطلق. لو ما اتطلقتش منك طلاق للضرر هتطلق خلع. طيب انا معايا احمد. الو الو السلام عليكم. عليكم السلام. اتفضل يا احمد. انا بس تعليقي على كلام الاستاذ محمد المهدي. قال الدكتور محمد المهدي اولا انا عايز هو بيقول ان في ايه وحد لو الايه اللي هو اراها اساسا فلا جناح عليهما جناح الراجل والست ان يتراضى مثنى لازم التراضي بينهم الاثنين يعني تناقض الخصومه جناح عليهما فيما افتدى به. طيب يا استاذ احمد يعني فيما افتدى به يعني ناقض الخصومه الاثنين بيقول واحد استاذ اثنين بعد اذنك قال لها ردي عليها حديقته. استاذ احمد كمل كلامك بعد اذنك وبعدين نعلق بعد اذنك. كمل كلامي بعد اذن حضرتك. اتفضل. ده اللي موجود في الشرع. ثاني حاجه الحديث اللي الاستاذ محمد مهدي برضو بيستند عليه هذا الحديث الرسول لم يوقع الطلاق ولكن من اوقع الطلاق هو الزوج. الخلع شرعا ولكن قانونا قانون الخلع غير مطابق للشرع وده الكلام اللي قاله فضيله الشيخ نصر سعيد واصل هو مفتي الجمهوريه ورفض هذا القانون سنه 2000 ولكن السيده مصر الاولى السيده سوزان مبارك فتحت لك وعدل القانون في مجلس النواب. اللي بيحصل في السعوديه ان الخلع بموافقه الزوج. ثاني حاجه انتوا بتقولوا ليه لما بتقول للراجل طلقني ما بيطلقهاش لانه عارف اللي هيحصل له بعد كده هيتحرم من الولاد. هي المشكله في الست. الست اللي عايزه تمشي مع السلامه لو انت ضبطتوا الرؤيه والاستضافه بعد الطلاق اي واحده هتقول لجوزها طلقني هيطلقها. حياه الراجل ما بتقفش على الست انما المشكله الراجل بيبقى عارف ان مجرد وقوع الخلعه هتاخد منه شقته هتاخد منه ولاده العفش. هتاخد منه نفقات ما لعفش بتحس بيه طبعا كل حاجه بيه امريكاني برضه هتاخد منه كل حاجه. هو انا طيب شكرا يا احمد. في ناس كتيره دلوقتي ولاء بتقول يا استاذه مها ممكن سؤال لما الست تكون شايفه انها مش هتقدر تكمل تطلب الطلاق يرفض انه يطلقها تروح تخلعه وهي متضرره ان هي بتعمل كده يعني هي انت ما كنتش عايزه تخلعي ولا انا مش فاهمه في الاخر هي بتشيل الليله ويقول مش خلعتيني اشربي ما تعرفش تاخد نفقه هي بتحكي مشكلتها هي اللي متضرره منها يا جماعه ما اقدرش احكم عليها. لو سمحت موجود ده موجود يا استاذ تمام وده موجود نغم يعني ايه الراجل يروح يتجوز ويعيش حياته واحنا نتمرمط في المحاكم يعني مصطفى سلاموني شكرا بس انا عندي تعليق بسيط على المعنى عدم قبول الزوج للطلاق انه متكبر لا ليس في كل حالات طبعا احنا ما قلناش كده احنا ما بنتكلمش على راجل وست خليني بس عشان احنا ما بنهزرش في النقطه دي احنا بنتكلم على انسان سوي انسان بيتصرف صح وانسان بيتصرف غلط بغض النظر عن ده راجل او ست. مصطفى كمل كلامه بيقول انا قلت من زمان لازم حمله ضد تخلي الستات تنفعك ماشي يا مصطفى يعني على حاجه زي كده وائل بيقول هي كل واحده عايزه تطلع نفسها قمت بهدل الراجل في المحاكم. طب بصوا احنا دلوقتي واخدين بالنا من ايه حكايه المحاكم دي تحديدا يعني ان الرجاله شايفه ان الستات بتبهدلها في المحاكم والستات شايفه ان هي تتبهدل من الرجاله في المحاكم عشان كده انا بقول ان الموضوع بني ادم بيتصرف يعني بطريقه سويه وبني ادم تاني بيتصرف بطريقه غير سويه سواء ده راجل او ست. انا مش عايزه احس ان الموضوع خلاص بقينا في جماعه في قضايا الطلاق مش عايزه عشان خاطر القانون نفسه في ازمه انه في 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 قانون محاكم وفي قانون اخلاقي وفي قانون ضمير. القانون المحاكم يحكم كما هو. قانون الاخلاقي بتحدده ايه مهمه جدا في القران والناس للاسف الشديد ما بتقراهاش او ما بتفهمهاش. فان عزموا الطلاق فان الله سميع عليم. معناها ايه؟ انه اثناء الطلاق والخلع زي ما انت سامعه كده لا ده هي اللي غلطانه لا ده هو اللي غلطان. فربنا بيقول للناس ايه؟ بيقول لهم انا سميع وعليم شايف انت بتعمل ايه وشايف انت بتعمل. ده قانون تاني بقى غير قانون المحاكم. في قانون الضمير. الضمير الانسان السليم اللي يرفض ان هو يظلم بالذات ان هو يظلم امراه. يعني احنا ليه بنقول احنا يعني ساعات بننحاز لان المرأة بتظلم امرأة او راجل يظلم اي بني ادم يعني بالظبط كده يظلم اي بني ادم انا مش عايز اظلم امرأة او راجل هو يستنكف ان هو يظلم لا امرأة ولا رجل ولا طفل والاطفال اهم. ويمكن انا هنا يعني باكد على فكره الاطفال انه اثناء الخلع واثناء الطلاق بينداس الولاد في المعركه دي واحنا في العيادات النفسيه لا بالقانون برضه يا دكتور الستات بيعملوا ده بالقانون. انا نفسي اتكلم يا جماعه والله مشاكل نفسيه نتيجه للخلافات اللي اثناء الخلع واثناء الطلاق. انا نفسي اسمعنا دكتور. انا نفسي يا دكتور القانون هو اللي بيخلي على فكره يا استاذ عصام في احد المشاهدين قانون الرؤيه قانون الرؤيه عايز مراجعات كتيره يا جماعه وعايز يتغير تماما. بس احنا اسمع دقيقه واحده بس هخرج دي اعمل
في احد المتصلين متابعين صباح دريب ويك اند المحترمين اتصل، هو رفض ذكر اسمه، بيرجو من الاستاذ عصام عجاج ان هو يتواصل مع مدام رانيا اللي كانت بتكلمنا من شويه، وهو متبرع تماما باي نفقات لجواز بنتها. فهستاذن حضرتك باشمهندس هيتواصل مع حضرتك يا استاذ عصام بعد الهوا وتتواصلوا مع مدام رانيا. هو متطوع الاستاذ عصام، متطوع والاستاذ عصام على فكره يا رانيا هو متطوع وبشكر كلنا متطوعين يا استاذ مها والله. والاستاذ محمد بكرر تاني عطفا على كلام حضرتك، احنا ضد القانون والله، ما ضد الستات على فكرة. انا ما اتمناش لبنتي، انا عندي 9 بنات اخوات بنات ومنهم اللي متزوجات، ما اتمناش ان يوم ما تختلف مع جوزها تعمل ده. وانا بل سيادتك انا بس عايز احط صورة قدام صورة واعرضها للدكتور. لو انا مش عايز اعيش مع مراتي كرهتها، المفروض اعمل ايه؟ بروح اطلقها. صحيح، بتاخد حقوقها كاملة. تمام؟ صح. ينفع اقول لحضرتك انا هطلقها واخد منها الشقه واخد منها العفش واخد منها الاولاد واخد منها نفقه وهي قاعده في بيتها؟ لا ما ينفعش. طب ليه هي تروح تخلع وتختار ان هي تخلع؟ ليه هي مش عايزاه؟ ماشي خلاص بتروح تخلع، بتخلع عليها الحق في المهر بس، ليها الحق، بتاخد الشقه، المهر ترجعه لك بس، بتاخد شقه الزوجيه، بتاخد العفش على انه يلبسك بيه غيابي، بتاخد الاولاد. وعشان يشوف الاولاد بيفضل في المحاكم 3-4 اشهر رافع قضية رؤية، وفي الاخر بيشوف اولاده 3 ساعات في الاسبوع. اذا نفذت تنفذ مرة ومرتين لا، مرة ومرتين لا. انا معاك في القانون، رؤية محتاج اكمل كلامي. تمام صحيح، بس الشقة هي قاعدة فيها هي والولاد، يا كل ده الشقة قاعدة فيها هي والولادها، هو يروح فيها، هو بيبدأ حياته من جديد. هو بقى نضربه بالنار علشان زوجته اختارت ان هي تخلعه؟ خلاص اطلع بره وشوف لك حته. طب هو معهوش يجيب شقه تانية، ما معهوش ياسس عفش تاني، بس الراجل اقدر على التصرف من المراه والولاد. يا استاذ محمد، يعني هي اللي تخرج في الشارع وهو يقعد في الشقه؟ لا، هو برضه المقابل مش محمد، هي اختارت. انا ممكن يا جماعه احنا كده مش سامعين بعض عشان نكرمه، احنا مش سامعين بعض ومستحيل. طيب هرجع لكم تاني لو سمحتوا، الناس مستنيه يا حسين. الطلاق او الخلع؟ لا، ده انا مؤيد لكلام دكتور محمد في ايه؟ احنا مش بنتخانق على فكره. طبعا بعزز كلامه. انا مستحيل اقبل بان واحده تخرج من بيتها سواء بعد الطلاق ولا بعد الخلع، ده موضوع منتهي. احنا برضو بنتكلم لكن حقوق الولاد فين في النص؟ بصفة راجل وست يعني. بصفة الإنسانية. طيب ناخد التليفونات بس لو سمحتوا عشان نسمع الناس شويه. يا امير معايا، امير من القاهره. الو. يا فندم ازي حضرتك يا فندم؟ الحمد لله يا امير، اتفضل. معلش يا فندم، انا عايز اتكلم حضرتك في موضوع ظلم. تتكلم ايه؟ في موضوع ظلم شويه يا فندم. موضوع ظلم؟ اتفضل. يا فندم، هي والدتي توفت. ايوه. والدتي دي لما توفت حضرتك، اخويا في المستشفى بصمها على ورق على بياض، وعمل صحه على بيت، ودايب لي طرد من شقه انا بقالي فيها 40 سنه ومعايا 5 اطفال. المشكله قانونيه. تمام. فمش يا حي يا فندم ولا احد ينصفني خالص، حتى ما فيش غير امل في ربنا وحضرتك. ممكن اساعده؟ انا بس عايز اقول من خلال ما تقفلش يا امير، دقيقه واحده هاخد احمد وبعدين بس لو احنا هنبعت له، هنخليك تتواصل مع استاذ عصام عجاج. احمد الو، صباح الخير. صباح النور يا فندم. بصباح لحضرتك وعلى ضيوفك الكرام. صباح الفل، اتفضل. والله يا فندم طبعا انا نفسي انضم للطابور اللي هيساعد استاذه رانيا، ويا ريت انا كمان اشارك باي حاجه هي تعوزها. الله يخليك، انا بحييكم على فكره كلكم، وبحييكم على التواصل. ادي الرجاله بقى يعني. طبعا يعني رجاله كويسين اهو. الرجاله بقى. طيب والله عشان يعني بجد انا بحييك جدا يا استاذ احمد والله فعلا. كويسين من غير ما احضروش شمال يا دكتور. اتفضل يا استاذ احمد، اتفضل. المظلوم يا فندم هو اللي بيحس بالمظلوم. احنا مش بنساعدها لمجرد شيء، لمجرد احساسنا بالظلم اللي هي وقعتها. تمام. انا يا فندم مراتي رفعت عليا قضيه طلاق، قعدت 2 سنين في المحكمه ابتدائي واستئناف. المحكمه رأت ان ملهاش حق في الطلاق وخسرت الدعوتين. انا ليه ما طلقتش يا فندم؟ ردا على سؤال حضرتك في الحلقه اتكلمت، علشان انا باصص لابني يا فندم. عشان هي باصص لابني، باصص اني عايز اشوف مراعي ابني واشارك في تربيه ابني يا فندم. تمام. فوجئت انها عملت خلع وهي عند والدها، والخلع كان غيابي، وما عرفتش غير بعد ما اتحكم بشهرين، وطبعا ولا ليا استئناف ولا نقد ولا اي شيء، والحكم نهائي. تمام يا فندم. ويمكن كلنا اللي كنت خايف منه هو اللي حصل، وهو اصلا كان سبب الانفصال. انا اللي كلمت حضرتك الاسبوع اللي فات ان انا ابني تعرض لمداهمه من قبل اداره مكافحه المخدرات، لان الاسره بالكامل. انا افتكرت المكالمه دي، تمام يا احمد. تواصلنا مع دكتور محمد جمال،
كتر خيره. هو بعت لي حتى لمكتب شكاوى المواطنين كويس في المركز القومي للمراه. بس طبعا يعني انا شخصيا مش مقتنع ان انا اروح اشتكي مراه في المجلس القومي للمراه، يعني حتى انا مش مقتنع بيها يعني. بس اخذوا اجراء يا فندم؟ والله لسه يا فندم انا تواصلت معاه امبارح ولسه يوم السبت. الله تمام. اصبر القانون الجديد جاي الشهر الجاي بتاع استاذه مايا. اصبر استاذ حسين، أنا على مش قانون مش بتاع حد، على نظره المجتمع. انا شرف ليا يا فندم ان انا اتخلعت ثيابي من اسره بتتاجر بالكامل في المخدرات يا فندم، ده شرف لينا يا فندم. شكرا يا فندم. شكرا يا احمد. احمد كان ليه حاله خاصه كده، بس يعني كويس برضو ان كان المسؤولين في المجلس القومي للمراه تواصلوا فعلا معاه، وهو تواصل معاهم امبارح، واكيد هنتابع. نغم سايبه رقمها، واضح ان هي محتاجه حد يكلمها او في حاجه. ومحمد سمير سايب رقمه. ممدوح، الطلاق يقع بحكم المحضرين ليس بحكم القضاء، يعتبر تحايل على الدين. مصطفى بيقول ممكن الزوج يكون متمسك بالزوجه بيحبها مش عايز يعني يطلق عشان كده. اسلام، الخلع بيتعمل بدون علم الزوجه عشان تاخد معاش زوجها، معاش ابوها، معاش ابوها، معاش الضمان الاجتماعي كمان. انا مش عارفه يا اسلام انت كاتبه. صابر معايا، صابر، صبري، صبري. الو الو، صباح الخير. صباح النور. صباحي. الو، اي فندم. صباح الخير. صباح الفل. تحياتي لحضرتك وكل الحاضرين في البرنامج. اهلا بيك، تفضل. انا بس عندي تعليق بسيط. التعليق دوت ان المشكله مش في الاحكام القانونيه اللي بتنظم مساله الفرقه بين الزوجين، سواء كان الطلاق او التطليق او الخلع. كافه هذه الاحكام انتهى الفقه، سواء الفقه القانوني او الفقه الشرعي، الى صحه هذه الاحكام. المشكله بتكمن في جزئيه بسيطه هي الاجراءات الخاصه بالمحاكم. انا بعمل في الخارج في منطقه الخليج. دعوى الاسره في الخارج لا تتعدى نظرها أكثر من 6 أشهر في كافة مراحل نظر الدعوة. والإعلانات في منطقة الخليج لها طريقة معينة، خاصة في أحكام الأسرة، ولها رقابة شديدة على المحضرين أو الجهة القائمة للإعلان. فأنا طبعا لما قاعد بأسمع البرنامج على من ينكر على الزوجة حق الخلع، هذا الأمر غير صحيح، لا يتوافق مع أحكام القانون أو أحكام الشريعة، بل بالعكس. السعودية، البحرين، قطر، الإمارات، الكويت، كافة هذه الدول أقرت حق المرأة في الفسخ كما أقرت حق الزوج بيمينه في الطلاق. المشكلة اللي أنا عايزة يعني كان نفسي المشرع المصري يحلها، هو أن يتوجه السيد وزير العدل لحل المشكلة التي تواجه هذه القضايا أمام محكمة الأسرة، أن يعيد النظر في توزيع المحاكم، تسهيل الإجراءات، الرقابة على دولة المحضرين كما تفضل. ألو؟ أي فن؟ كما تفضل الحاضرين عند حضرتك إن هم أعابوا على الإجراءات وأعابوا على دولة المحضرين. فعلا دولة المحضرين هي السبب الرئيسي في فساد قضايا الأسرة، فلازم السيد وزير العدل يتوجه بمشروع قانون علشان يبسط الإجراءات كما هو معمول به في دولة الخليج. تمام فن، شكرا لك. نعم تمام يا استاذ صابر. انا سبت رقمي في البرنامج لاي مساعدات غير الاخت اللي كان مطلوب ليها المساعده، مدام رانيا، وغير طبعا الاخت رانيا كتير قدموا ليها المساعده. انا سبت رقمي الخاص موجود لاي حالات اخرى غير الاخت رانيا. شكرا ليك جدا، وتحياتي ليك يا استاذ صابري. صباح الفل. نغم عندها مشكله انها تيجي في البرنامج ومش عايزه تتصل، وبتقول زوجها يعني هي مش عايز تقول اسمه عشان معروف مضاها تنازل عن بنتها وعن جميع حقوق. وعندها سؤال لك يا استاذ عصام، عمل توكيل لمدير اعماله، باع مسكن الزوجيه بالعفش ورماني، كل ما توكل محامي يدفع له فلوس ويبوظ لي النفقه بتاعته الصغار، ارجو التواصل معايا. انا ممكن اجي ارجو. هي واضح ان هي بس مش عايزه، يعني هي سايبه رقمها وفي الكومنتس واضح ان هي مش عايزه يعني تتكلم في العلن. يعني انا بتكلم طبعا الحمد لله وهذا من فضل الله. مضاها ازاي تنازل عن البنت؟ هرد على حضرتك بخصوصه، لكن ابتغاء مرضات ربنا سبحانه وتعالى. انا بقول لاي حد يا جماعه في الاعداد، اي حد عايز اي مساعده قانونيه تطوع مني، ويعني عشان برضو اكون صادق في كلامي، يعني يحبذ ان هو يكون في نطاق القاهره الكبرى او الجيزه. ده طبعا تطوع مني تام لاي مشكله قانونيه، وانا مش بعد الهوى والله، يعني
لا احنا عارفين استاذ عصام دايما بنفذ وبتلقى تليفونات وبرد على التليفونات، وان شاء الله اقدر اقوم باي حاجه يعني اللي عنده ربنا اكبر بكثير يعني. موضوع ان هو دي اجبرها على التنازل ده لا يجوز، لا يجوز باي حال من الاحوال. هي النهارده لا يعتد باي تنازل سواء عرفي او موثق في الاولادين. المشرع اعطى حق الحضانه مقرره لمصلحه الطفل وليس للاب او الام. تمام. ومصلحه الطفل ان هي تكون حاضنه وفقا للقانون، من حقها انها تتقدم بطلب لنيابه الاسره وانها تستصدر حكم بضم الاولاد ليها. تمام. ده كان الرد على مدام نغم. وحاضر يا مدام نغم، هوصلك حاضر الأستاذة عصام بعد الهوا. معايا داليا من الغربيه. ايوه. ايه يا داليا انت فين من بدري؟ ده كل اللي بتصلوا رجاله لسه صاحيه ولا ايه؟ اتفضلي. ايه بصي حضرتك، انا عايزه اقول لك انا حصل لي ايه. انا دلوقتي كان في مشاكل ما بيني وما بين زوجي، مشاكل عاديه جدا، بس المهم ان طلع وراها واحده ست. فجيت خرجت برضو كان في مشاكل قايمه، خرجت رحت لوالدتي عشان انا من الغربيه وهو كان من القاهره. اوكي. رحت لوالدتي ورحت عشان اسلم عليها، لقيته بيعمل مكالمه لحد من قرايبه بيقول له ما تجيش لان هي ملهاش حاجه عندي. تمام. انا رجعت بحط المفتاح في الباب، لقيت الكلام متغير. بصي الشقه فيها ايه؟ الشقه فيها هدومي كلها، فيها فلوسي، فلوس شغلي كلها موجوده، كنت لسه قابضه جمعيتي وحطاها في الدولاب، فيها هدوم ولادي، ما فيهاش اي يعني كل حاجه في الشقه موجوده بتاعتي. وبعدين وانا لقيت نفسي في الشارع ببنطلون جينز وبالارينا وفيست كده، وولادي نفس الحكايه، ولاقيه نفسي في الشارع. والولاد معاكي يا داليا؟ ما انا هقول لحضرتك. لقيت نفسي في الشارع وفاضل على الدراسه اقل من شهر ومش عارفه اعمل ايه. لا راضي يديني فلوسي، لا راضي يعمل لي نفقه، لا راضي ياجر لي مكان اعيش فيه، لا راضي يعمل اي حاجه، مش راضي خالص. لما لجأت للبوليس كان يوم جمعه، البوليس رفض ان هو يجي يفتح لي الشقه، رفض يجيب نجده، قال لي لا تعالي اعملي الدعوه تمكين محضر واحنا بقى نبقى نحكم لك، وبساعتها بادخولي الشقه. اللي حصل ان انا 8 و9 كان اجازه قضاء وكلاء النيابه بيبدله، تخيلي لغايه شهر 12 لسه محكوم لي بالتمكين. طبعا انا لما لقيت المدارس جايه ومعيش اي فلوس اصرف على ولادي وانا اصلا عايشه هنا في المحله، وديت له الولاد. دلوقتي هو بيضغط عليا، خدي الولاد من غير اي حاجه، يا اما مالكيش ولاد. يعني ايه من غير اي حاجه؟ اخد العيال من غير اي حاجه، لا ليكي مؤخر، لا ليكي نفقه، لا ليكي اي حاجه. طبعا رفع قضايا قد كده والقضايا عماله تتاجل، وانا لغايه دلوقتي طبعا حتى ولادي رفض ان انا اسمع صوتهم. كلمتهم مره بالعافيه من واحده جارتنا، مره بالعافيه على ما رضي يخليني اسمع صوتهم. وطبعا انا دلوقتي قاعده في المحاكم، المفروض ان انا اعمل ايه؟ هعمل خلع، هبريه من كل حاجه بعد كل المرمطه اللي انا شفتها دي. يا اما اخد ولادي وبرده من غير اي حاجه. قولي لي حضرتك المفروض ايه التصرف من الساده المحامين اللي يتعمل؟ سيبي رقمك يا داليا بعد اذنك. تمام ماشي. على الهوا برضه عشان مجرها دعوه، مجرد ان انت خدتي قرار تمكين بالشقه ده دليل على ان هو في ضرر واقع عليكي، ممكن تستندي اليه بموجب قرار المحامي العام بالتمكين ان هو طردك، وشهاده الشهود اللي اتحطت في محضر الحيازه ده، لان عشان يصدر لك قرار بتجيبي شهاده شهود بانه طردك وقفل مسكن الزوجيه، وفي تحريات مباحث بتقول هذا الكلام. ممكن تستندي بكل هذا في دعوه تطليق للضرر، ترفعي دعوه تطليق للضرر مش دعوه خلع. وفي دعوه تطليق للضرر اذا طلقت بناء على تلك المستندات والضرر الواقع عليكي كل حقوقك محفوظه عنده. طيب دي حاجه. النفقه من حقك ترفعي دعوه نفقه ليكي والاولاد. واضح ان هي برده مش عارفه. طب خلاص داليا احنا هنوصلك بالاستاذ عصام. ناهد ايوه مع حضرتك. اتفضلي يا ناهد. انا زوجي المهندس محمد فاروق. انت ايه يا حبيبتي؟ مرات زوجي المهندس محمد فاروق. زوجتك الحالية؟ مخلوبة. ايوه اتفضلي يا حبيبتي. انا شفت كل حاجه حصلت مع محمد وكل الحاجات اللي حصلت معاه في الخلع. هو اتخلع وبعد كده هي كانت عايزه بعد ما خلعت المفروض ان هي تاخد نفقه من نفسها والعيال، وهو اساسا بيصرف على الولاد مستمر، يعني هو ما قطعش صرفه على الولاد ابدا لحد اللحظه دي، سواء بقى في نفقه او ما فيش نفقه، قواضي او مش قواضي، هو من ساعه ما انفصلوا لحد دلوقتي.
بالخلع بقواضي بكل حاجة هو مخرجهم برا أي حاجة. وهي كمان مقسية أولاده عليه. وهي عايزة نفقة، هي المفروض إن هي خلعت ومن غير ما هو يعرف، وهي المفروض عايزة نفقة لنفسها وعايزة قايمة وعايزة تحبسه، وهو المفروض إن هو ما يعيش حياته ولا يتجوز ولا يعمل أي حاجة في حياته غير بس يعيش حياته. مفيش حياة أساسا، يعيش حياته حياة مش موجودة. ده دواء فعلا انتقامية للدكتور محمد بالزبط. قال عليها بالظبط. يعني المطلوب إن شكرا يعني يعني هي قصدها تقول إن الزوجة اللي عملت كده وكمان مش عايزاه بقى بعد كده هو يعيش حياته. يعيش حياته لا انا بتحصل أنا من الطرفين يعني طب خلاص انت كارهه انت كارهه الراجل ده مش عايزه تعيش معاه خلاص وخلعتي خلاص سيبيه في حاله بقى يعني. طيب نغم على فكره بعتت تاني يا جماعه علشان ممكن وافقت ان هي ممكن تيجي في حلقه من الحلقات، فارجو ان احنا نتواصل معاها. حاضر يا نغم والله ما تقلقيش، يعني انا عارفه ان هي برضو بعتت كذا مسج. حاضر اتفضل. استاذه مها انا طبعا مبسوط جدا باستاذ احمد صقر والاعداد اللي مع حضرتك، انه قدروا انهم يوصلوا لحالات من هنا ومن هنا. ونتاكد معاها عطفا على كلام دكتور محمد وسيد مشار، انه القانون رغم انه بيضر بكافه الاطراف يا دكتور، الا انه الدوله او الحكومه او البرلمان لم تتخذ خلال 18 سنة فاتوا أي إجراءات لتعديل هذه القوانين، وكأن الحكومة فرحانة أن احنا في هذه المشاكل. تمام. ممكن نتكلم بقى مع بعض إيه في شوية تفاصيل تخص الحلول. أنا عندي حلول أنا وغيري للمشاكل اللي ممكن تواجه الزوجات، ومنهم ممكن مثلا طبعا لأن هم زيهم زي إخواتي البنات وأولاد إخواتي وكذا، وعندي كمان حلول تحل مشكلة الإشكالية الشرعية في مسألة التطليق بالمخالعة دون رد المهور و الهبات. هذه المسألة إذا كنا نتطرق ليها وسيادة المشار قاعد فدعونا نقدم شكوانا إلى البرلمان وأيضا إلى وزارة العدل والنائب العام. وأيضا كل المجالس القائمة على إعداد قانون موحد للأحوال الشخصية ربما يصدر في مارس المقبل بطريقة لأنه أستاذة مها القضايا اللي هتجيلك سواء طلاق تطليق مخلع رؤية نفقات كلها مرتبطة ببعضها سواء طيب. من الرجل أو المرأة. طبعا أنا هستأذن حضراتكم بس آخر تليفون، أنا أسف عشان الوقت للأسف بينتهي. مايكل ألو. الو صباح الخير يا فندم. صباح النور يا مايكل اتفضل. اسمي مايكل وصفي، انا من محافظه المنيا. انا بيك. حضرتك من محافظه المنيا. من المنيا اهلا وسهلا. اهلا بسيادتك حضرتك. انا واخد حكم نشوز نهائي على مراتي لانها سابت البيت وكانت عاوزاني ارمي ابويا وامي المسنين ودار مسنين نظير ان انا بيع وافصل عن اخويا الميراث ما بيني وما بينه. النظام متبع عندهم في الاسره كده، يعني حصل مع والدتها وابوها هذا الاسلوب قبل كده وعاوزين يكرروا معايا. وصلت اللي انا خدت حكم عليها حكم نشوز نهائي. النهارده هي واخده ابني عنده 4 سنين انا ما شفتوش لحد النهارده من يوم ما اتولد. فايه الحل؟ اقدر اشوفه ازاي؟ رجعت للمحامين قالوا لي لو رفعت قضيه رؤيه هتعذب نفسك على الفاضي لان هتجيبه مره ومش هتشوفه تاني. وانا مش عارف اعمل ايه. رقم 2 بخصوص عندنا احنا، هل يا ترى في لائحه تسمح لي ان انا اتجوز؟ هل ينفع اطلقها باي طريقه؟ ايه الحل في الموضوع ده؟ حاضر يا استاذ مايكل، وسيب رقمك برضو استاذ عصام. طيب دكتور محمد، هنا يعني ما يحدث في البيوت، خلينا برضو ايه نتكلم كده في النهايه عن ما يحدث في الاسر، ما يحدث في البيوت، ما يحدث من هذه الممارسات العنيفه سواء من بعض الرجال او من بعض السيدات على ازواجهم او من بعض الرجال على زوجاتهم. انا هنا يا فندم، هل انا محتاجه كده الضمير الاخلاقي اللي حضرتك قلته، تحليل حضرتك وفقا للي حصل دلوقتي ايه في النهايه؟ في أزمة كبيرة جدا في الأسرة، في الأسرة المصرية وفي الأسرة العربية عموما، وفي بقى في هشاشة في الأسر لدرجة أن نسب الطلاق في كل الدول العربية في تزايد مستمر، بعضها وصل 40% وبعضها وصل 50%. فالأزمة دي بتطلق يعني ضوء أحمر أن احنا نراجع ما يحدث. أولا الاختيار، في مشاكل كتير في الاختيار. فترة الخطوبة بتفشل في أنها تختبر مدى التوافق ما بين الطرفين. تمام. فهم الناس للجواز وأهداف الجواز ويعني ثقافة الزواج والحقوق والواجبات مهتزة تماما. ثقافة مفقودة. الحكاية ان احنا نقبل الاختلاف ما بين الزوج والزوجة، ما عندناش احنا برضو يعني حكاية ان احنا نختلف مع بعض
ونقدر ان احنا نتعايش مع الاختلاف. مشكلتنا ان احنا لما نختلف نبقى اعداء. بنبقى اعداء على طول. فده على المستوى عادي ان احنا نبقى مختلفين في الراي. القانون مشجعنا على ده. وعلى المستوى العام وفي كل المستويات. كمان اليات حل الخلافات بقت ضعيفه جدا. ليه؟ كان الاول في اليات لحل الاختلافات كبير في الاسره، كبير في الحي، كبير مش عارف ايه، الاليات الطبيعيه اللي كانت في المجتمع ده اختفت. ولم تحل محلها الاليات الحديثه اللي في المجتمعات الاخرى، مكاتب الاستشارات الزوجيه، العلاج الزواجي، احنا بنطالب بيها بقالنا فتره دي كلها. فاحنا غابت الاليات القديمه ولم تحل محلها الاليات الجديده، وبالتالي كل المشاكل رايحه للمحاكم. صحيح. المفروض ان احنا نعمل حاجات كتير جدا جدا. مزبوط. قبل ما نروح للمحاكم. انا بشكركم جدا، للاسف انا وقتي انتهى، بس بشكركم شكرا جزيلا. اخير يعني شكر ليس اخير، لان انا اكيد هنلتقي مره صحيح. اخرى وقتي بينتهي. تفضل سريعا جدا استاذ عصام. بسم الله الرحمن الرحيم. ربنا بيقول واتقوا يوما ترجعون فيه الى الله ثم توفى. احلى حاجه نختم بيها النهارده. شكرا دكتور محمد المهدي، استشاري طب النفسي بجامعه الازهر. شكرا جزيلا المستشار عصام عجاج، المحامي بالنقضه الدستوريه العليا. شكرا لحضرتك. شكرا. استاذ حسين متولي، كاتب الصحفي ومؤلف كتاب اعلان امريكاني، شكرا. في انتظار الكتاب قريبا ان شاء الله، انتظارك وتكون معزومه لحفل التوقيع كمان. لا جايه طبعا معك اعلان امريكاني. استاذ محمد فاروق بشكرك شكرا جزيلا، وتحياتي ليك لتلبيه الدعوه والنهارده لسرد تجربتك. شكرا لكل الساده المشاهدين اللي يعني كلمونا، وعلى وجه الخصوص الناس اللي كانت الحقيقه عايزه تساعد مدام رانيا النهارده. سعدت بصحبتكم على مدار الساعتين ونص اللي فاتوا. صباح دريم ويك اند، اشوفكم باذن الله يوم الخميس الجاي صباح جديد وصباح دريم ويك اند، فكونوا على موعد. سلام.